المفروض احنا طلعنا لايف على الفيسبوك. كل شيء ماشي. شكرا شكرا مرام، يعطيك العافية. بدي أرحب فيكم بالجلسة الثانية لمؤتمر القدس التي هنا القدس التي هناك، وشكرا لمشاركتكم. الجلسة عندنا شوي كثيفة، فأنا مش راح أحكي كتير. بدي أعرف عن المشاركين والمشاركات، وقبل هيك بعطيكم بس أعرف عن حالي باختصار. أنا ريج صباح خوري، محاضرة في قسم علم الاجتماع وعلم الإنسان في الجامعة العبرية بالقدس. دراساتي بتركز على ما يسمى اليسار الصهيوني في فلسطين وممارسات الاستعمار في الكيبوتسات، وأيضا بتناول المحاور المعرفية حول الفلسطينيين في إسرائيل أو سوسيولوجيا المعرفي من منظور الكولونيالية الاستيطانية. بدي أشكر مرح على دعوتي لإدارة الجلسة. أنا لقائي في الحقيقة يعني لقائي مع القدس كفلسطينية اللي بتسكن في الناصرة وبالأصل من شمال فلسطين من معليا، هو تكثف خلال 3 سنين الأخيرات من لما بلشت وظيفتي كمحاضرة في الجامعة العبرية. واللقاء كان وما زال بشكل مباشر مع المقدسيين اللي اختاروا يدرسوا في الجامعة العبرية. بتأمل إنه معرفياً نتناول حتى يعني هذا الموضوع اللي هو مش سهل بالمرة، واللقاء هذا كتير عم بطرح أسئلة يومية من خلال وجودي معهم كطلاب في الجامعة العبرية، وكمان من خلال تعامل مع طلاب اللي بيجوا على المؤسسة الإسرائيلية ومش واضح لقلهم وين هني موجودين وإيش هني عم بيعملوا وليش هني موجودين. وهذا يعني واقع مركب بغياب مؤسسات فلسطينية. نحكى قبل بالجلسة عن حضور القدس وعن حضور المؤسسات الفلسطينية وكمان غيابها. أنا بلحظه بشكل مباشر بوعي الطلاب الفلسطينيين اللي بيختاروا يجوا من القدس، اللي بيختاروا يجوا على الجامعة العبرية. وبدي نبلش بالجلسة الثانية لليوم اللي بتتناول أيام القدس، بتتناول تجارب المقدسيين في الصمود، وراح أعرف على المتحدثين والمتحدثات كل قبل مداخلته. ببلش بالأستاذ غسان حلايقة. غسان هو طالب ماجستير في النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة بير زيت، عمل كمساعد بحث في معهد ماس، وعمل في أرشيف مؤسسة ياسر عرفات، يعمل حالياً كباحث في مؤسسة الحق. غسان سوف يتطرق في مداخلته على سياسات الرقابة والسيطرة الاستعمارية في القدس. ما رح أعقب على المداخلات، في النهاية ممكن أتطرق لكل المداخلات بشكل مع بعض يعني مركز، مع أني ما وصلني أي نبذة أو أي المحاضرة، بس بدي أركن على استماعي للمتداخلين وبملاحظات بالنهاية والأسئلة من قبل المستمعين والمستمعات المشاركين في المؤتمر. شكراً، تفضل غسان. مرحبا أريج، تحياتي للجميع، شكرا كثير على الدعوة. أول شيء أنا بالأساس راح تكون مداخلتي لها علاقة في السيطرة والرقابة الأمنية في مدينة القدس. كانت المعلومة ولا زالت حجر أساس في إنشاء وبقاء كيان العدو، وبناء على طبيعة هذا الكيان الذي يخطط ويعمل على ده. بدي أقترح لأنه في ترجمة شوي عم أهلك، وإذا في كاميرا بكون أفضل، إذا لا تمام بس عم أهلك. طيب شوي، تمام هيك تمام. تفضل. تمام عم أهلك. عندك تلت ساعة من الآن. ولا يهمك، شكرا. بداية كانت المعلومة زي ما قلنا ولا زالت حجر الأساس في إنشاء وبقاء كيان العدو، بناء على طبيعة هذا الكيان الذي يخطط ويعمل على تهجير أكبر قدر ممكن من السكان والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض، والذي يسير بشكل موازي مع النظام للسيطرة والرقابة الأمنية، بما يضمن تقليل العوائق أمام المخطط المركزي في تهجير السكان والسيطرة على الأرض.
يعمل النظام السيطرة والرقابة الأمنية من خلال شقين بالأساس، الأول من خلال عزل أهل القدس أو على الأقل إعاقة اتصالهم بامتدادهم الطبيعي مع السكان المتواجدين خارج آسف داخل جدار العزل، من خلال وجود المادي والمعنوي للجدار والحواجز العسكرية ذات الشق الأمني ودورها في إعاقة التواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. هذا العزل يشابه بشكل كبير العزل الذي تعرض له سابقا الفلسطينيين الذين يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدا العزل اللي تعرضوا له ما بين عامي 1948 و1967، والذي تم عزلهم تماما عن امتدادهم السكاني وإنشاء جيل ضمن حيز مكاني محدد ومسيطر عليه وملوث بمرئيات الاحتلال، بجانب إنشاء هذا الجيل الذي ترعرع في هذه الفترة الزمنية بالنظام التعليمي التابع للاحتلال والذي يتضمن الجانب التربوي الذي يعمل من خلال ما يسمى بالمراكز الجماهيرية وما يسمى بالتعليم اللامنهجي بعد الساعات المدرسية. وهنا لا أدعي نسبة نجاح هذا المشروع سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو في القدس، ويمكن الاستدلال على وجود سمات التشابه بين ما يعانيه الفلسطينيين الذين يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948 وبينما يعانيه أهل القدس اليوم بعد 17 عام من بناء جدار العزل، آسف 18 عام من جدار بناء جدار العزل اللي بدأ بعام 2002 واكتمل بعام 2006. مع الإشارة إلى أن إعاقة التواصل بين مدينة القدس ومحيطها الطبيعي تم إعاقته قبل هذا التاريخ، وبدأت الخطوة الثانية في هذا المشروع من خلال السماح بتجنيس بجنسية دولة الاحتلال، القرار اللي صدر قبل أسبوعين لمن هم بين جيل 18 ل 21 دون السماح لوزير داخلية دولة الاحتلال بالاعتراض على هذا القرار أو على هذا التجنيس، مما يدل على أن المخطط هو في جوهر الاستعمار الصهيوني وأعمق من السماح لديمقراطية دولة الاحتلال أو المزاودات الانتخابية التي تحصل من السماح لهم بالمساس بهذا المخطط. وتجدر الإشارة أخيراً فيما يتعلق في هذا الشق إلى الحرب التي تشن ضد مؤسسات المجتمع المدني في مدينة القدس واستخدام العنف المنهجي في إغلاق المؤسسات الفلسطينية ومنع نشاطاتها وفسح المجال لفعاليات المراكز الجماهيرية التابعة للاحتلال وفرضها على الفلسطينيين وتوفير الحماية الأمنية لها أثناء نشاطاتها. أما الشق الآخر من السيطرة والرقابة الأمنية في مدينة القدس فقد ظهرت بداية وكانت النموذج الأصعب والأكثر تعقيدا في البلدة القديمة في مدينة القدس من خلال ما عرف بمخطط مبات 2000، وهو نظام يرتكز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة الأمنية التي تملأ الحيز المكاني للبلدة القديمة ومحيطها المباشر، وهي كاميرات ذات قدرة على التعرف على الوجه ومتصلة بمركز قيادي يجمع المعلومات حول تحركات من لديه أي سوابق أمنية ضد دولة العدو. أما الطبقة الثانية من هذا النظام فيقوم على توقع الأحداث بناء على قاعدة المعلومات المتصلة بشكل مباشر بعناصر شرطية موجودة على الأرض وقادرة على التدخل السريع. وأما على الصعيد الأوسع في تطبيق نظام المراقبة الأمنية، حيث قام المخطط المدني لضواحي مدينة القدس وتحديدا المناطق التي تتواجد خارج جدار العزل، حيث تم تقسيم هذه المناطق إلى مربعات أمنية محددة التوسع وتقطيعها باستخدام الشوارع والبؤرات الاستيطانية والتي تراقب حدود هذه المربعات الأمنية، ليتم لاحقا التغلغل بأنظمة المراقبة داخل هذه المربعات والمقسمة بالشكل الآتي. على سبيل المثال، بلدة بيت صفافة مقسمة لثلاث مربعات أمنية تم تحديدها وتقطيعها من خلال خمس شوارع رئيسية ومستوطنات المالحة، تل بيوت، قفعات، تماتوس. بلدة شرفات واللي هي الملاصقة أرضا لبيت صفافة تم تقطيعها وتحديد تمددها من خلال ثلاث شوارع رئيسية وحدها جنوبا من مستوطن جيلو، وما يقابلها في منطقة برضو اللي هي سور باهر، أم طوبة، وأم ليسون وضعها في مربع أمني واحد، طبعا بفصلها عن بيت صفافة وشرفات اللي هي مستوطنات تل بيوت وأرنونة ورمات رحيل وقفعاتها عرفة وجبل أبو غنيم، وثلاث شوارع رئيسية بالإضافة لجدار الضم. جبل المكبر تم تقسيمه إلى مربعين من خلال مستوطنات اللي هي تل بيوت شرق وشمال وكريات مرية، بالإضافة لجدار الضم اللي بجاوره حالياً اللي هو ما يسمى مخطط الشارع الأمريكي،
واللي بيفصلها عن امتدادها اللي هو بالسواحل الشرقية والشيخ سعد. أما بالداخل ما بين داخل جبل المكبر نفسه هناك منطقة خضراء يمنع فيها البناء لضمان فصل هذول المربعين. منطقة الثوري هي عبارة عن مربع أمني واحد، طبعاً في نفسها المستوطن اللي تسمى أبو ثور اللي هي بالمدخل الغربي للبلدة، بالإضافة لشارعين رئيسيات منطقة خضراء تمنع البناء فيها. سلوان مقسمة لأربع مربعات أمنية من خلال ست شوارع، مستوطنة معلوتة زيتيم اللي تفصل بين رأس العمود وسلوان، بالإضافة لجدار الضم. جبل الزيتون مقسم إلى ست مربعات أمنية من خلال الشوارع، جدار الضم، وهون في رقم لكاميرات المراقبة اللي قدرت أجيبه من إحدى مداولات الكنيسة اللي بتحدث بعام 2006 كان هناك 136 كاميرا أمنية في جبل الزيتون، وكان هناك مشروع لإضافة 160 كاميرا إضافية. الحوض الشمال للبلدة القديمة اللي هو عبارة عن ثلاث مربعات اللي هي باب الزاهرة، الشيخ جراح، وادي الجوز. تم طبعا الفصل بين هاي الثلاث مربعات من خلال شوارع رئيسية، وبفصل هذه الثلاث مربعات عن امتدادها الشمالي اللي هي مستوطنة التل الفرنسية والجامعة العبرية، بالإضافة لبلدة العيسوية اللي هي عبارة لازالت حتى الآن مربع أمني واحد تم تحديدها من خلال جدار الفصل اللي حتى بفصل الجدار بفصل العيسوية عن أراضيها الموجودة في المناطق الشرقية، وشوارع رئيسية على الجانب الجنوبي وجنوب الغرب البلدة. أما في المنطقة الشمالية ففي عنا برضو مستوطنة التل الفرنسية والجامعة العبرية، وهناك سعي وعمل لتحويلها لأربع مربعات أمنية من خلال مخطط مدني تم المصادقة عليه مؤخراً قبل بلدية الاحتلال. أما بلدة شعفاط فهي عبارة عن مربعين أمنيات من خلال أربع شوارع رئيسية والقطار الخفيف اللي بقطع اللي هي البلدة من النص، بالإضافة لتحديد توسعها من خلال مستوطنة رمات شلومو، بسجال زئيف، وجدار الضم أيضاً. بيت حنينة مقسم إلى أربع مربعات أمنية من خلال ست شوارع ومستوطنة عطروت، بسجاد زئيب، والنبي يعقوب اللي هي محيطة فيها. وأما كحالة دراسية لدور هذه المربعات الأمنية ودورها في مدينة القدس، لا يصعب على أحد تذكر الطفل الشهيد محمد أبو خضير عام 2014 وما تلاه من رفض شعبي لاستشهاده، والذي أظهر بشكل دور المربعات الأمنية بشكل واضح في المخطط الأمني للسيطرة على مدينة القدس، حيث عجزت الهبات الشعبية في جميع مناطق القدس على الاتصال، وتحديداً في بلدة شعفاط حيث يقع منزل أهل الشهيد والواقع على حدود المربعين الأمنيين الخاصين ببلدة شعفاط، إلا أن جيش الاحتلال ونتيجة عجزه لحصر الهبة في البلدة داخل إحدى المربعات الأمنية الخاصة في البلدة نفسها كان يستميت ويكثف من استهداف الشبان والشابات الفلسطينيين أثناء محاولتهم تجاوز المربع الأمني الخاص في البلدة ككل، والاتصال مع أقرب بلدة حتى وهي بلدة بيت حنينة الذي يفصلها عن بلدة شعفاط شارع رئيسي مراقب من خلال الكاميرات الأمنية، وكان مركز رئيسي لتواجد جنود الاحتلال لمنع اتساع رقعة العمل الجماهيري واتصال الهبة الجماهيرية اللي كانت موجودة في البلدتين. وهيك بكون أعطيت معلومات صرف. شكراً لك أنيس. أنا مش عم بسمعك مبدئياً ريز. آسفة. ويعطيك العافية. الله يعافيك. ننتقل للمداخلة الثانية، رح تعطيها فيروز شرقاوي. فيروز تعمل منذ 9 سنوات كمنسقة الحراك العالمي في مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية، من ضمن ما يشمله هذا الدور إرشاد الجولات السياسية في القدس المحتلة وكتابة المقالات وتقديم محاضرات عن الواقع السياسي في القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. فيروز حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام واللغة الإنجليزية والماجستير في دراسة النزاعات. سوف تتحدث فيروز عن باب العمود في مواجهة الهيمنة. تفضلي فيروز. شكرا أريج. صحيح، رح أتحدث اليوم عن باب العمود كحيز أساسي لمحاولات الهيمنة من جهة المستعمر أولاً، والمواجهة من جهة المستعمر وأصحاب الأرض من جهة أخرى.
سوف أقسم مداخلتي إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. الأول هو خلفية ومعلومات عامة عن باب العمود ومركزيته في القدس، ثم سأتحدث عن محاولات الهيمنة والسيطرة والاستعمار من قبل المحتل، وأنتقل من هناك إلى المواجهة الفلسطينية سواء في تاريخنا أو في حاضرنا. بداية ربما أبدأ بالحديث عن تسمية باب العمود. باب العمود أولاً هو الباب الشمالي والرئيس للبلدة القديمة، إذن هو المدخل الرئيسي للبلدة القديمة في القدس، وهو أيضاً أفخم الأبواب السبعة المفتوحة حالياً من ناحية معمارية وزخرفية. باب العمود بني عام 37 ميلادي، وبني عمود في ساحته، ومن هناك جاءت التسمية باب العمود، إلا أنه دمر كلياً وأعيد إعماره أكثر من مرة. دمر كلياً عام 70 ميلادي، وأعمر للمرة الأخيرة بصورته الحالية في عام 1538. وأود أن أنوه أنه رغم اختفاء العمود، اليوم عند المرور من باب العمود أو الوصول إلى باب العمود نحن لا نجد هذا العمود، لكن نرى أنه بقي حاضراً في الذاكرة الجمعية الفلسطينية التي تورثناها جيلاً بعد جيل، وما زلنا نتوارث أيضاً ونستخدم تسمية باب العمود. باب العمود بسبب هذه المكانة هو أيضاً نتيجة لذلك هو حيز نشط ورئيس في المدينة، هو نقطة التقاء اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، فإذن هو يمكن تسميته بمركز المدينة للمقدسيين. على مر السنين نرى هناك تجمع بائعات الخضروات اللواتي كنا يصلن إلى القدس من القرى المحيطة بها، سواء قرى شمال غرب القدس أو جنوب غرب القدس أو حتى شرق القدس، إضافة إلى بسطات كثيرة، ربما أشهرها كانت بسطة الحج عمير دعنا رحمه الله لبيع الجرائد، والتي كانت بمثابة بحد ذاتها نقطة التقاء ثقافية في القدس. بالقرب من باب العمود أيضا تقع مواقف الحافلات والسيارات التي تنقل الركاب من المدينة وإليها، وهو أيضا وبسبب ذلك مساحة مهمة ورئيسية تجري فيها وتنظم فيها المظاهرات والاحتجاجات. شهد الكثير من المظاهرات والاحتجاجات في خلال الثورات المتعاقبة، سواء ضد الاستعمار البريطاني وأيضا ما تلاه من الاستعمار الصهيوني. فإذا يمكننا القول أن باب العمود هو عمليا مكان وحيز يمارس فيه أهل البلاد ملكيتهم وانتماءهم للقدس، وهذا الأمر جعل باب العمود وتاريخه حافلا بالمحطات المهمة التي شكلت تاريخ القدس وفلسطين بشكل عام. منذ بداية الاستعمار الصهيوني باب العمود هو ساحة لصراع مستمر بين الفلسطينيين والمستعمرين نتيجة الأهمية البالغة لهذا الحيز. بطبيعة الحال هذه المكانة أدت إلى كثرة الفعاليات الصهيونية في محيط باب العمود، محاولات للسيطرة والهيمنة على هذا الحيز المهم، سوف أتطرق إلى أهمها خلال هذه المداخلة. أولاً نبدأ بالقصة العامة في القدس. يعني غسان تطرق قليلاً في مداخلته إلى الشرذمة والإضعاف للفلسطينيين والوجود الفلسطيني في القدس، وطبعاً هذه هي المخططات الصهيونية لمدينة القدس، هي عملياً السيطرة على الأرض وبنفس الوقت تهجير أصحاب الأرض وسكان الأرض الفلسطينيين. فبطبيعة الحال أيضا مظاهر الاستعمار ومن أهمها في هذه الحالة الاستيطان نجدها أيضا في محيط باب العمود. ففي الجزء الشرقي من حي المصرارة وهو الجزء الملاصق لباب العمود تسكن اليوم 8 عائلات مستوطنين، ومحاولات الاستيطان مستمرة طبعا، والحركة الاستيطانية تحاول الاستيلاء على الممتلكات والبيوت الفلسطينية في هذه المنطقة بشكل مستمر، إضافة طبعا إلى سياسات التخطيط الحضري التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة. فنرى مثلا مخططات إقامة حديقة عامة في مكان موقف السيارات الحالي الموجود في المصرارة أو شرقي المصرارة الملاصق لباب العمود. نشاهد مثلا طرد أصحاب البسطات، فرض والبائعات، فرض لزوم التصاريح
لكي نبيع أي شيء في محيط باب العمود، مما يؤدي إلى عمليا إفراغه من هذا التواجد الاقتصادي الفلسطيني. شهدنا أيضا على سبيل المثال هدم مصلى المسرارة في عام 2016، كان هنالك مصلى بجانب موقف السيارات الذي تم هدمه، وهذه كلها تحضيرات لتنفيذ مخطط لإقامة ما تسمى بحديقة عامة أو حديقة بلدية مكان هذا أو في داخل هذا الحيز المهم جدا اقتصاديا وأيضا سياسيا للفلسطينيين. مظاهر استعمارية أخرى نشاهدها في القدس هي المهرجانات أو الاحتفالات الصهيونية، وربما أشهرها مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون وبلدية الاحتلال في القدس فيما يسمى بيوم القدس، وهو اليوم الذي يحتفل فيه المحتل باحتلال الشق الشرقي من مدينة القدس في عام 67 خلال النكسة. ومسيرة الأعلام هذه هي عبارة عن مسيرة كبيرة تنظم وتشمل المسير من غربي المدينة إلى ساحة البراق وإقامة احتفال كبير في ساحة البراق، وتمر هذه المسيرة بشكل مقصود من خلال باب العمود وتدخل إلى البلدة القديمة من باب العمود، وطبعا تصحبها رقصات استفزازية وهجمات من قبل المشاركين والمستوطنين على المارة الفلسطينيين وعلى أصحاب المحلات الفلسطينية في أسواق البلدة القديمة، وطبعا يصحبها تواجد شرطي وعسكري كبير، وهنالك دائما مواجهة ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال هذه المسيرة. إضافة إلى هذه المسيرة أذكر مهرجانين مهمين جدا ينظمان في القدس سنويا. الأول هو مهرجان أنوار القدس، وهو مهرجان ومحاولة من قبل الاحتلال إلى تطبيع سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة على القدس. مهرجان الأنوار هو شيء أو ظاهرة عالمية، هنالك مهرجانات أنوار تقام في مدن مختلفة منها نيويورك وأمستردام سنويا، وهذه محاولة من قبل المحتل الإسرائيلي إلى تطبيع كونه دولة طبيعية مثلها مثل سائر الدول تشارك في هذه المهرجانات العالمية. مهرجان أنوار القدس يشمل عكس الأنوار والإضاءة على أسوار البلد القديمة. لنا كفلسطينيين في القدس طبعا هذا ليس بالفن ولا الشيء الجميل، هو عمليا فعل عنيف جدا من إعادة احتلال البلدة القديمة ومحيطها سنة تلو أخرى. أذكر أيضا مهرجان أنغام البلدة القديمة، وهذا مهرجان يشمل بث تسجيلات صوتية موسيقية في محطات مختلفة في داخل البلدة القديمة، وهذا أيضا من المهرجانات التي بدأت تزحف من المدخل الغربي وهو باب الخليل المدخل الغربي للبلدة القديمة، وبدأ الزحف عمليا باتجاه المدخل الشمالي وهو باب العمود امتدادا لهذه السيطرة الصهيونية على الحيز. هذه المهرجانات تندرج من ضمن محاولات لجذب السياحة طبعا، وهي تعود بالمنفعة الاقتصادية على المحتل، ولكن الأهم من ذلك هي المنفعة السياسية التي تعود بها هذه المهرجانات على الاحتلال، فهي محاولات لترسيخ وتطبيع السيطرة والرواية الصهيونية في مدينة القدس على شقيها. أذكر أيضا من الممارسات الاستعمارية الاستعمار الاقتصادي للشوارع الحيوية والأسواق الفلسطينية سواء داخل البلدة القديمة أو في محيطها. هنا طبعا أنا أتحدث عن الشوارع المهمة والحيوية كالسلطان سليمان، صلاح الدين والزهراء. نرى هناك أولا من جهة سياسات خنق للاقتصاد الفلسطيني، من جهة أولى هنالك تضييق شامل على التجار المقدسيين، هنالك طلبات تعجيزية، هنالك فرض لضرائب باهظة جدا على هؤلاء التجار، مما يدعو الكثيرين للأسف إلى إغلاق محلاتهم التجارية. ويمكننا جميعا أن نتخيل تأثير الجائحة وهذا العام عام 2020 السلبي جدا على قدرة هذه المحلات التجارية الفلسطينية والتجار المقدسيين على الصمود في هذه الظروف.
إضافة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، أظن أنه من المهم أن نتحدث أيضاً عن الاحتلال أو الاستعمار الاقتصادي الصهيوني لهذا الحيز، حيث شاهدنا في السنوات الأخيرة افتتاح فروع لمحلات تجارية صهيونية إسرائيلية وشركات إسرائيلية في هذه الشوارع الحيوية الفلسطينية. إذن ليس فقط خنق الاقتصاد الفلسطيني، ولكن أيضاً فرض السوق الإسرائيلية على الحيز الفلسطيني حالياً. في نفس الوقت أود أيضاً أن أذكر أن ما يرافق هذه النشاطات والمشاريع الاستعمارية هو أيضاً منع وقمع للنشاطات الفلسطينية والفعاليات الفلسطينية في الحيز. فهنالك منع لإقامة نشاطات ثقافية على سبيل المثال فلسطينية، وليس فقط في داخل المؤسسات ولكن أيضاً في الحيز العام وساحة باب العمود التي اشتهرت بكونها ساحة لهذه التجمعات سواء ثقافياً أو سياسياً. وطبعاً هنالك قمع مستمر للمظاهرات والمسيرات والاحتجاجات الفلسطينية التي تنظم في المكان. إذن بشكل عام نرى أن الاستعمار الصهيوني يحاول بشكل مستمر فرض سيطرته وهيمنته على باب العمود ومحيط باب العمود كحيز رمزي جداً يمثل المكان الذي نمارس فيه كفلسطينيين انتماءنا وملكيتنا لمدينة القدس. من هنا أود أن أتوجه إلى المواجهة الفلسطينية لهذه السياسات وهذه المشاريع الاستعمارية، واسمحوا لي أن أبدأ أولاً بالتاريخ مرة أخرى. باب العمود هو ساحة للتظاهر والاحتجاج والمقاومة الفلسطينية منذ وجوده عملياً، سواء خلال ضد السلطات العثمانية وبالتأكيد ما تلا ذلك من استعمار إنجليزي أو بريطاني وصهيوني. فمثلاً باب العمود شهد المظاهرة الكبيرة التي نظمت في عام 1920 احتجاجاً على نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين والحماية البريطانية لها. طبعاً لا ننسى ثورة البراق عام 1929 وكون باب العمود أيضاً حيزاً مهماً للتجمع الفلسطيني في الحيز العام المقدسي. وطبعاً باب العمود كان جزءاً وكمركز اقتصادي كان جزءاً مهماً وشاهداً أساسياً على القدس في القدس على الإضراب الكبير في عام 1936 والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وطبعاً وبطبيعة الحال خلال النكبة في عام 1948 باب العمود ومحيط باب العمود كان جزءاً لا يتجزأ من المعركة على القدس. وربما هنا أستذكر ما كتبه المناضل بهجة أبو غربية الذي كان من ضمن المدافعين عن البلدة القديمة خلال حرب 1948، وكان هو ورفاقه على سور القدس عند باب العمود يدافعون عن البلدة القديمة، وصلهم أمر خطي من قادة جيش الإنقاذ بالانسحاب من الموقع من سور القدس إلى داخل البلدة القديمة، وهذا أمر الذي رفضوه بشكل قاطع ورفضوا تنفيذ هذا الأمر واستمروا بالدفاع عن البلدة القديمة خارج باب العمود، وبذلك ربما منعوا احتلالها في ذلك العام. وقد نظم أبو غربية قصيدة وبعض الأبيات الشعرية عن هذه الحادثة. فيما تلا النكبة وأيضاً النكسة باب العمود مرة أخرى كمركز تجاري شهد العديد من الإضرابات التجارية الشاملة، وأخص بالذكر طبعاً خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، كما نرى هذا المشهد يحصل أيضاً في أيامنا هذه عندما يعلن الإضراب العام، فإن مشاهد الإضراب الشامل تكون واضحة أيضاً في محيط باب العمود. في تاريخنا الحديث باب العمود أيضا هو المساحة الرئيسية لانتفاضة القدس التي هبت في عام 2015 أو ما تسمى أيضا بانتفاضة السكاكين، فشهدت ساحة باب العمود ودرجات باب العمود عمليات عديدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وكما سقط هنالك العديد من الشهداء الفلسطينيين في ساحة باب العمود نتيجة لهذه العمليات.
الاحتلالات أقام الاحتلال أعمدة عسكرية ثابتة لقواته في ساحة باب العمود، واحد أسفل الدرج في الساحة واثنين نقطتين عسكريتين في أعلى الدرج. فكان هذا الحيز أيضا حيز لهذه المواجهة المستمرة والعنيفة، وبسبب استشهاد الكثيرين برصاص الاحتلال في ساحة باب العمود وعلى درجات باب العمود، بدأ الفلسطينيون والمقدسيون أيضا بإطلاق لقب باب الشهداء على باب العمود. بشكل عام، النقطة الأخيرة التي أود أن أتحدث عنها من خلال سرد المواجهة الفلسطينية للهيمنة الصهيونية على محيط باب العمود، أود أن أتطرق قليلاً للمظاهرات والمسيرات التي نظمت وتنظم في السنوات الأخيرة في محيط باب العمود، خصوصاً في ذكرى النكبة أو ذكرى النكسة أو مرة أخرى كرد فعل على ما يسمى بيوم القدس ومسيرة الأعلام، وأيضاً رد فعل على ما يحصل في فلسطين بشكل عام، على أحداث تحصل في فلسطين بشكل عام. فما زال هذا الحيز مركز البلد، وما زال هذا الحيز مكاناً تنظم فيه هذه المسيرات والمظاهرات. وطبعاً هذه المسيرات تواجه دائماً بالقمع، ولكنها تتسم دائماً أيضاً بالمواجهة والإصرار. ربما كملاحظة اعتراضية ولئلا أقع في فخ الرمنسة والتصوير بطريقة رومانسية فحسب، ربما يجب أن ننوه أن هنالك تراجعاً للأسف نشاهده ونشهده ربما في عدد أو زخم هذه المظاهرات والمسيرات، وهذا طبعا يعود إلى عوامل عديدة في الواقع السياسي الذي يعيشه المقدسيون من إضعاف وتهجير وإنهاك وشرذمة. كمان مرة تطرق لهذه الشرذمة غسان في مداخلته من قبلي، فتكون هذه بمثابة عوائق إلى تنظيم عمل مجتمعي وشعبي شامل في القدس. وربما هنا أيضا ننوه إلى ضرورة التنظم المجتمعي من أجل إعادة هذه الروح المقدسية الشاملة التي تدافع عن المدينة ككل. وبنفس النفس اسمحوا لي أيضا أن أستذكر أن هنالك كان مظاهرات ومسيرات، ربما نستذكر من عام 2020 المظاهرة التي تنظمت والمسيرة التي تلتها في يوم استشهاد إياد الحلاق التي أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد في البلدة القديمة، وأيضا مسيرة حراك طالعات للأسيرات والتي كانت دعما للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. فما زلنا نشاهد ونشهد ونشارك بتنظمات ومظاهرات من هذا النوع. فللتلخيص أود أن أقول أن باب العمود هو ساحة رئيسية سواء فعلياً أو رمزياً للمعركة ما بين المستعمر اللي يخطط وينفذ بشكل مستمر هجمة على الهوية والوجود الوجود الفلسطيني والرواية الفلسطينية في القدس، وبين أصحاب الأرض من جهة أخرى. وربما كنا نحن كمستعمرين نفتقر إلى الموارد التي يتمتع بها هذا الاحتلال، لكن يسعدني جداً وأفخر بأن أقول أننا نملك مخزون من الإرادة والتحدي لا ينتهي ترويه جذورنا الممتدة في تراب القدس. شكراً جزيلاً. شكراً كثير فيروز على المداخلة القيمة، وكمان على الالتزام بالوقت، وكمان إنهاء المداخلة في الأمل، إحنا بحاجة للأمل. المداخلة الثالثة للأستاذ أحمد أسعد. أحمد هو باحث في الدراسات العربية والإسرائيلية، حصل على درجتي الماجستير، يعني 2 ماجستير مش واحد، في الدراسات العربية المعاصرة والدراسات الإسرائيلية من جامعة بيرزيت. له مجموعة من الإصدارات البحثية في مجلات فلسطينية وعربية وعالمية، تتركز اهتماماته المعرفية حول المقاومة الجماهيرية والعصيان المدني والحركات
الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني مع تركيز خاص على مدينة القدس. أصدر كتاب بعنوان سوسيولوجيا المقاومة والحراك في فضاءات مدينة القدس المستعمرة، ونشر عددا من الفصول المحررة في كتب محكمة، وسيصدر له مطلع عام يعني قريبا 2021 كتابين، الأول بعنوان بلاد على هبة الفجر، العصيان المدني والحياة اليومية في بيت سحور اللي بيتطرق للانتفاضة الأولى ب 87، والكتاب الثاني بعنوان العيساوية روايات العزل والفصل. مؤخرا حصل على منحة المتحف الفلسطيني حول محور الطباعة في القدس، وسيعمل على مشروع معنون الطباعة والمقاومة الحراك الثقافي الطباعي في مدينة القدس بين الأعوام 75 ل 1990. مداخلة أحمد راح تكون حول أسود عند الباب، سردية المقاومة في هبة باب الأصباط ومصلى الرحمة. تفضل أحمد. يعطيكم العافية، شكرا أريد، شكرا للزملاء. الصوت واضح بتصور؟ أنا مداخلتي راح تركز على سرديتين للمقاومة أو موقعتين للمقاومة الفلسطينية في مدينة القدس. الأولى هبة باب الأصباط، وبسموها البعض هبة البوابات الإلكترونية عام 2017، وهبة مصلى باب الرحمة بال 2019. بدي أعطي خلفية سريعا عن الأبواب. فيروز ركزت على باب العمود، وبتصور يعني الذاكرة المقدسية والفلسطينية مع كل باب من أبواب، سواء أبواب المسجد الأقصى اللي هي الأبواب الداخلية للمسجد الأقصى، أو أبواب السور، لأن في أبواب للسور وفي أبواب للمسجد الأقصى، بعضها مفتوح وبعضها مغلق. إذا بدنا نحكي عن باب الأصباط والتخيلات الفلسطينية والمقدسية عنه، باب الأصباط هو يعني في بالذاكرة المقدسية مرتبط نوعا ما باحتلال مدينة القدس عام 1967. بنعرف أنه الإسرائيليين، الجيش الإسرائيلي دخل واقتحم مدينة القدس أو البلدة القديمة، خلينا نحكي بالتحديد، من باب الأصباط، لأنه هو الباب الكبير والمفتوح اللي بيصل للشارع الرئيسي، وبتقدر العربات والمدرعات الإسرائيلية أنها تدخل وتقتحم من خلاله. وهو بالمناسبة أقرب الأبواب إلى المسجد الأقصى، يعني بتدخل مباشرة مسافة أقل من 50 متر من باب الأصباط تاع سور البلدة القديمة، ما بتكون واصل باب الأصباط الأصغر للداخل اللي هو باب للمسجد الأقصى. فهون في الذهنية المقدسية والفلسطينية في ارتباط مميز أو نوعا ما أو خاص مع باب الأصباط. وفي يعني التسمية أسود عند الباب هي جاية من أربع أسود موجودات على باب الأصباط الخارجي اللي هو باب سور البلدة القديمة. لما رمموا العثمانيين سور البلدة القديمة جلبوا أربع أسود كانت موجودة بخان مملوكي للظاهر بيبرس، أو كان الظاهر بيبرس مشرف عليه وكان مهدم، بدهم هاي الحجارة من الأسود الحجارة عساس يزينوا فيها الباب. وهاي الأسود هي كانت رمز للقائد الظاهر بيبرس، لأنه كان يتسم بالشجاعة والحرب، فكان متخذ من الأسد أو الفهد شعار له. ما بدي أطيل كثير في وصف وتاريخ الأبواب، يعني شغل تاريخ. باب الرحمة بالمناسبة هو باب بقع من الأبواب أيضاً القريبة للمسجد الأقصى، هو بقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، هو بوابتين، واحدة نسمى باب الرحمة وواحدة التوبة، ومطلق عليه باب الرحمة وعيل إلى تسميات كثيرة. الأجانب بيسموه الباب الذهبي نوعاً ما، وهو في الجهة الشرقية من السور. وبالمناسبة هذا الباب مغلق، يعني إحنا لما نحكي عن مصلى باب الرحمة هو ليس نفسه باب الرحمة، باب الرحمة هو باب كبير مغلق أغلقه، في عدد من الروايات للإغلاق، لكن الرواية المرجحة لدى المؤرخين إنه صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس عام 1187 أمر بإغلاق المسجد الأقصى، لأن كان في إشاعة صادرة في القدس إنه راح الصليبيين يعاودوا يرجعوا ويحتلوا مدينة القدس ويتسللوا إلها من خلال باب الرحمة. وبالمعتقدات المسيحية في رواية معينة عن الباب ما بدنا نتطرق لها، وبالرواية الإسرائيلية كمان أو الرواية اليهودية كمان في رواية معينة عن الباب. الباب هو مغلق بالحجارة، لكن داخل الباب من جهة في درج بصعد للمسجد الأقصى، في هون ساحة كبيرة تقريبا مساحتها 250 متر، ارتفاعها بين 11 ل 15 متر، كانت أو كان الإمام الغزالي متخذها ساحة إلى، وتسمى الزاوية الغزالية أو المدرسة الغزالية. ما بدي أتطرق للتاريخ كتير، بدي أنتقل للموضوع. أنا بفترض أن هاي الموقعتين مهمات بالمقاومة المقدسية،
بالمناسبة المقاومة في القدس ما توقفتش، يعني بدنا نحكي إذا بدنا نرجع تاريخيا من ما بلشت الاحتلالات بالقدس وتكالب الأمم عليها، وفي مقاومة بالقدس سواء من المقدسيين داخل البلدة القديمة أو من خارجها. أنا بديش أتطرق للدرس التاريخي في الموضوع. إذا بدنا نحكي من 87 لليوم، القدس كانت مركز للمقاومة، مركز للقيادة الموحدة. الشهيد فيصل الحسيني أحد رموز القدس وعمدتها، يعني بعد وفاة فيصل الحسيني القدس فقدت القائد تاعها أو أبو القدس أمير القدس لقبه. فالمقاومة بالقدس عمرها ما توقفت. الانتفاضة 2000 كانت بسبب دخول شارون للمسجد الأقصى، اقتحامه ب 96 قبل انتفاضة النفق أو 98، الأحداث كلها مرتبطة بمدينة القدس والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس. وبعد 2000-2005 وما بعد ما توقفت، يعني دائما في حراك بالقدس، دائما في شهداء بالقدس. إذا بدنا نحكي عن هبة باب الأسباط نروح بشكل نركز أكثر، هاي الهبة هي امتداد للمقاومة والصمود في مدينة القدس. بمعنى هاي الهبة جذورها مش لأنهم بس حطوا البوابات بتاريخ وقعة العملية اللي نفذها ثلاث شباب من مدينة أم الفحم بتاريخ 14/7/2020 وانقتل 2 شرطة إسرائيليين وأجوا الإسرائيليين وسكروا الشرطة وحرس الحدود أعلنوا منع تجول وإغلاق كامل المسجد الأقصى وأبوابه والبلدة القديمة. مش بس هذا السياق، هاي المسبب أو الشرارة اللي دفعت المقدسيين ليقاوموا. في أسباب كثيرة المقاومة بالقدس بال2014 مثل ما أشارت فيروز، وقبل 2014 و2015 عمليات السكاكين أو والدعس، وقبلها الشهيدين أبو جمل اللي نفذوا عملية بكنيسة يهود. يعني المقاومة بالقدس إذا بدي أحكي ما توقفت، هذا اللي بدي أحكيه والصمود. وكانت الاشتعال تاعها في عام 2014 بعد الحرب على غزة، تم إحراق الطفل محمد أبو خضير وهو حي، ومن هذيك الفترة من 2014 وما بعد ما توقفت المقاومة بالقدس. إذا بدي أركز أكثر على باب الأسباط، باب الأسباط بعد ما نفذوا العملية ثلاث شباب من أم الفحم واستشهدوا وقتل 2 شرطة إسرائيليين عند باب حطة صارت العملية بتاريخ 14/7/2017، أعتذر مش 2020. على إثر العملية الإسرائيليين والجيش والشرطة سكروا البلدة القديمة. رغم الإغلاق والمنع المقدسيين أصروا، والناس اللي كانوا واصلين من الضفة الغربية ومن الشمال من مناطق فلسطين المستعمرة عام 48 كانوا واصلين للقدس، لأن العملية وقعت تقريبا بين الساعة 10-11 يعني قبل الصلاة بوقت قصير. كانوا واصلين ورغم الإغلاق الناس صلت على الأسفل زي ما يقول تميم البرغوثي، صلوا بالمصرارة، صلوا بشارع صلاح الدين، بكل الأماكن اللي كانت مسكر وين لحد حجز الشرطة الموجود حوالين سور البلدة القديمة، الناس وين قدروا يصلوا صلوا. بعد صلاة الجمعة الإسرائيليين روجوا إنه ما صارش إشي، يعني مجرد ما سكروا المسجد الأقصى بعد الصلاة مباشرة اندلعت المواجهات مع الإسرائيليين ونزل ثلاث شهداء اللي هم محمد أبو غنام ومحمد لافي ومحمد شرف. هذول ثلاث شهداء استشهدوا يوم وقوع العملية غير الشهداء الثلاثة اللي نفذوا العملية من أم الفحم. اشتعلت القدس وظلت لساعات متأخرة من الليل، والمقاومة والشباب المقدسيين وبالمناسبة الشهداء هربوا تهريب من عن أسوار البلدة القديمة حتى ما يتم احتجاز جثمينهم كسياسة عقابية إسرائيلية ضد الفلسطينيين. يوم السبت اللي هو اليوم الثاني لتنفيذ العملية يوم 15/7 الإعلام العبري صرح أنه الأمور مشت تمام بالبلدة القديمة وما فيش أي مشاكل، ووضعت السلطات الإسرائيلية اللي هي بوابات إلكترونية للفحص الكشف المعادن والأمور هاي. هي المسألة مش منهم بدهم يكشفوا معادن أو بقدر كديش بدهم يصعبوا عملية الدخول للمسجد الأقصى، وخصوصا في أيام الجمعة وموسم رمضان إنه في أعداد كبيرة من المصلين بروحوا يدخلوا بدون بوابات إلكترونية وبدون تفتيش بتكون في أزمات. فهون كانت الفكرة الإسرائيلية إن بدهم يخففوا كديش بيقدروا من الناس إنهم يدخلوا عبر عرقلتهم من الأزمات تصير برا المسجد الأقصى برا في البلدة القديمة ويصير في اكتظاظات ويدم بوابات. هاي الأمور بتحدث وما بدهم يزيدوا هذا الاكتظاظ عساس كداش بيقدروا يخففوا من صعوبة الوصول للمسجد الأقصى حتى الناس ما تدخل للمسجد الأقصى، ويخففوا من حالة الرباط، وبصير أي واحد بده يدخل لازم الشرطي يحكي معه ويحتك معه ويفحص هويته ويفحص أغراضه. هاي بدهم عملية احتكاك مع المصلين ليخففوا عملية الدخول للمسجد الأقصى. المقدسيين الفلسطينيين والمقدسيين بذاكرتهم الجماعية بخبروا إنه شو صار بالمسجد الإبراهيمي أو بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل اللي هو تم تقسيمه زمانيا ومكانيا ونحط بوابات إلكترونية باللغة الفلسطينية بسموها المعاطات وفي صعوبة للدخول.
فهون تنبهوا لخطورة الموقف، يعني إنه في إشي خطير بيصير وفي مساس بمكان في المسجد الأقصى، في تغيير للستاتيكو الموجود، وبالأصل في الشرطة إسرائيليين لازم يكونوا على بوابة المسجد الأقصى. هذول نوضعوا بسنوات الثمانينات، بداية الثمانينات طلبوا الفلسطينيين أو وبتنسيق مع بعض الحكومات العربية إن بدنا نحط شرطة لأن بدخلوا المستوطنين وبقتحموا وبعتدوا على المصلين. فهذول الشرطة في الأصل الموجودة على أبواب المسجد الأقصى هم المفروض يكونوا موجودين لحماية المصلين الفلسطينيين اللي بدهم يدخلوا للمسجد الأقصى، وليس يكونوا يسهلوا عملية دخول المستوطنين أو إنهم يستفزوا أي شخص بدخل للبلدة القديمة. مثل ما حكيت صلوا الناس بالشوارع يوم جمعة، بيوم السبت ما كانتش الأمور واضحة، ركبوا بوابات الناس ما دخلتش. بعض الأشخاص المحسوبين على الوقف الأوقاف الرسمية وشخص واحد هو اللي دخل، أغلب الشباب ما دخلتش. بعدها بيوم الأحد 16/7 كانت الأمور جاهزة، مركبين كل البوابات. أجا شرط إسرائيلي وقال للشيخ عمر الكسواني اللي هو مدير المسجد الأقصى، يا شيخ بتقدروا هسه تدخلوا وتصلوا بالمسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية. الشيخ عمر مش كثير كان متنبه للفكرة، كان بده يدخل. كان كثير الشباب محتجزين بالأيام القبل اللي هي الأيام تسكير أبواب المسجد الأقصى، كانوا محتجزين بساحة الغزال اللي هي قرب باب الأصباط بطريق المجاهدين، اللي هو دخولك من باب الأصباط بأدي لباب حطة اللي صارت عند العملية، بساحة الغزالي، بالمقبرة اليوسفية، عند مقبرة باب الرحمة، كل المنطقة اللي موجودة بين باب الأصباط وباب حطة اللي هي تقريباً بشمال البلدة القديمة كلها كانت موجودة بشباب وصبايا وأفراد من المقدسيين وشيوخ، والكل كان رافض يدخل أو الكل ينتظر الحدث بعد البوابات الإلكترونية إيش بده يصير. وهون كان الاحتلال الإسرائيلي هو الفاعل، هو اللي بتحكم اللي بتحكمه بالدخول وبالخروج أو بتحديد الأمور اللي بدها تصير بالبلدة القديمة. بعد ما طلب الشرطي الإسرائيلي من الشيخ عمر الكسواني بالدخول والشيخ كان بده يدخل، الشباب بصوت عالي وبجماعي نادوا عليه، وين بدك تتركنا يا شيخ؟ أنت بدك تدخل بس إحنا وين بدنا ندخل؟ يعني هون في تحديد للأعمار، في تحديد مين يدخل مين ما يدخلش. تنبه الشيخ لخطورة الموضوع وقال لن ندخل من البوابات الإلكترونية. هون العقل الجماعي ساد، الشباب حملوا الشيخ عمر الكسواني والكل يهتف لا دخول من البوابات الإلكترونية ولن ندخل من البوابات الإلكترونية، والكل صار في إجماع حسب الناس يدخل من البوابات الإلكترونية. البوابات مفتوحة، الشرطة يحاولوا قدر الإمكان إنه الناس تدخل، ما حدا قبل يدخل من البوابات الإلكترونية. وهون الشيخ عمر الكسواني سطر موقف إنه ما في دخول، يعني هو كان يمثل ما يسمى في ذلك الوقت اللي هو المرجعيات الدينية اللي هم المشايخ المسؤولين عن المسجد الأقصى، الأوقاف والهيئة الإسلامية وإلى آخره من المؤسسات المقدسية. هون تحولوا الفلسطينيين والمقدسيين والمتظاهرين والحشود الفلسطينية عند باب الأصباط، هم تحولوا للفاعل الرئيسي، هم من يمتلك الحدث، هم اللي بيصنعوا الحدث اليوم. صار الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية الموجودين والقوات الخاصة هم يتلقوا ردة الفعل من المقدسيين. اعتصم المقدسيين تقريبا 14 يوم بالبلدة القديمة، والاعتصامات ما اقتصرت عند باب حطة وباب الأصباط، كان في عند باب المجلس كمان، بس الكثافة الأعلى كانت موجودة عند باب الأصباط لأنه ساحة الغزال هي أوسع ولها امتداد مع طريق المجاهدين في البلدة القديمة، وفي من الحي السعدية قريب غاد ساحات بيقدروا يعتصموا فيها إلى الطريق لباب حطة. ما بدي أركز كثير على الهبة من ناحية سوسيولوجية، أو إذا بدنا نعطي لمحة سوسيولوجية عن الهبة، الهبة كانت هي في تنوع في النخبة، ما في لها قيادة مركزية، على الرغم من أنها تروج كثير أن المرجعيات كان لها دور، بس كان دورها ما بيقدروا يتخذوا أي قرار أو خطوة يكون فيها بدون ما يرجعوا للشباب اللي في الميدان. والشباب اللي في الميدان بالمناسبة كانوا بشكل جماعي، يعني ما بتقدر تيجي تحدد شخص معين هو قائد الحراك أو هو زعيم الحراك، وهذا كان علامة قوة. يعني أخذوا أو كان الحراك شبه لا حركات اجتماعية، ما كان بحركة اجتماعية منظمة ومركزية وفي لها فاعل مركزي وفي لها قيادة مركزية، كانت لا أشبه باللا حركة اجتماعية، في مجموعة من الشباب اللي يقوم باتخاذ القرارات، بيسندوهم سكان البلدة القديمة إلى آخره من الناس الموجودين. المرجعيات الإسلامية أو المرجعيات الدينية كان دورها أكثر في الإعلام وفي اتخاذ القرارات، وكان في خوف عند هاي المرجعيات إنها تتخذ أي قرار بدون ما ترجع للشارع المقدس. في ذاك الوقت كانت في مقولة مشهورة عند المقدسين، وهي مقولة بتصور قديمة جديدة، بنحرك كرتك يا شيخ، بنحرك كرتك يا شيخ يعني بنفضحك يا شيخ، أو لأي شخص بده يتخذ أي قرار بدون ما
يرجع للمقدسيين أو يخالف ويدخل من البوابات الإلكترونية الموجودة. وهي النخبة هي أو هذا النضال في الشارع هو امتداد لعملية الرباط في المسجد الأقصى اللي بدأت بعام 2000 بعد الانتفاضة. المقدسيين كانوا رابطوا بالمسجد الأقصى سواء الشيوخ شباب ونساء وذكور إلى آخره. هاي هي الثقافة امتداد لثقافة الرباط الموجودة بالمسجد الأقصى والتواجد بالمسجد الأقصى. الكل متواجد على اختلاف الجنس النوع أو النوع الاجتماعي، على اختلاف الأعمار، طلاب مدارس، طلبة جامعيين، يعني في طالبة جامعية كانت موجودة تترجم للأجانب إيش بيصير، في متضامنين أجانب، في أهل فلسطين في 48 أو فلسطين المستعمرة عام 48 شاركوا بالاعتصامات والنضال، كانوا يتواجدوا بالفنادق بالقدس. ووقت النضال هو كان أو الاعتصامات تبلش من هي من الصبح تكون موجودة من ساعات الصباح الباكر، بس الكثافة في عدد المتظاهرين والمصلين يكون موجود بعد تقريبا صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كانت تشهد كثافة عالية. وهذا أربك الإسرائيليين مش عارفين شو بدهم يسووا، احنا سمحنا لهم يدخلوا من خلال البوابات الإلكترونية، هم مش قابلين. كان الدور تكاملي بين الجميع، أهل البلدة القديمة قدموا كل ما يملكوا يعني من طعام وشراب إلى المعتصمين، أهالي العيسوية وسلوان والأحياء المقدسية والقرى المقدسية المحيطة كان لهم دور كبير بالتضامن، بالإسناد المادي والمعنوي إلى آخره. وما حدا كان يعني طبيعة الهبة، ما في حدا يقول إني أنا أجيت تبرعت كذا أو وزعت كذا أو ساهمت كذا، لا الكل يعني ما حدا بده يعرف، ما كانش خوفا من الاحتلال إنك شو، لا ولأنه لكديش الحدث مهم والمقدسيين قاعدين بناظروا بيعتبروا إن المسجد الأقصى هذا مكون أو جزء من الهوية المقدسية. يعني أنا عندي قصص وروايات وثقت إنه في أشخاص ما بصلوش يعني هم أو غير متدينين ساهموا في هاي النضال وفي هاي الهبة وراحوا صلوا ووقفوا واستندوا. في بالمناسبة صورة يعني هي تحولت لك لشيء إن في مقدسي مسيحي، أنا هون بس للتوضيح يعني مش لأنه للتميز الديني، يعني النضال الفلسطيني هو مشترك إسلامي مسيحي إلى آخره، كان موجود ويضامن ويصلي معهم وحامل الإنجيل ويقرأ. يعني اللي بدي أحكيه إنه النضال والاعتصام كان والهبة كانت عابرة للطبقات وعابرة للأديان وعابرة وليست محلية، يعني لا اقتصرت على المقدسيين من القدس ولا على أهل الضفة الغربية ولا أهل 48، الكل كان مشارك، الكل بشكل جماعي، ما حدا قدر يكون إن هاي الهبة القائم عليها فتح أو حماس أو الجبهة الشعبية أو مقر الجالية الإفريقية أو جمعية كذا من سلوان أو من العيسوية، لا كانت المقدسة الهبة مقدسية فلسطينية، هويتها هوية فلسطينية تسعى للدفاع عن رمز من رموز الهوية الفلسطينية، وهو مش بالمناسبة بس رمز ديني، هو رمز تاريخي مكون أساسي في الهوية الفلسطينية اللي هو المسجد الأقصى. إذا بدنا نحكي ليش تجمعوا عند باب الأصباط وباب حطة، لأنه باب الأصباط الرئيسي يعني اللي بده يجي من أحياء المقدسية أسهل طريق له يجي. بالمناسبة فيروز أحكت عن باب العمود، باب العمود هو لأهل 48 والقادم من خارج مدينة القدس بيجي عن طريق باب العمود وبدخل إلى باب الأصباط. هو بالمناسبة أكثر ناس بدخلوه بيستخدموه بالدخول للمسجد الأقصى هم أهل القدس المقدسيين وعندهم خبرة، لأنه قريب من الشارع الرئيسي وبيقدروا يدخلوا فيه منه بشكل مباشر للمسجد الأقصى دون المرور بالبلدة القديمة. اللي بده ينزل من باب العمود بده يمر بالبلدة القديمة بشكل أكبر من الدخول من باب الأصباط. وباب الأصباط الخارجي للسور بيبعدش مسافة أقل من 50 متر لباب الأصباط الداخلي اللي هو باب من أبواب المسجد الأقصى. وهون بتيجي ساحة الغزالة واللي بضل مكمل لك قدام بالطريق بروح لطريق المجاهدين اللي بأدي لطريق إلى باب حطة اللي وقعت عند العملية. هاي المسافة والمساحة الكبيرة ولأن العملية هان صارت ولأن في الذاكرة الجمعية الفلسطينية إنه باب الأصباط فيه عليه تاريخيا هيك في الذاكرة المقدسية إنه في نقش الذاكرة تعيهم إنه تم الاحتلال من هون أو هاي الخسرة الرخوة اللي دخل منها الإسرائيليين، بدناش نتركهم عند باب الأصباط يستفردوا فيه مثل ما استفردوا فيه في 67. فهان كان التجمع بكثافة عالية للمقدسيين والفلسطينيين، وحولوا هون الإشي الجوهري، حولوا الاعتصام لحياة يومية، بمعنى للشيخ والكبير وست البيت وطالب المدرسة المروح المدرسة وطالب الجامعة ما يخلص، الكل يجي على باب الأصباط وباب حطة وطريق المجاهدين وساحة الغزالة ويعتصم. اللي بيقدر يقدم مساهمات يقدر يقدم، الطالبة المقدسية اللي كانت تترجم للأجانب كانت تسهم في الترجمة للغة من العربية للإنجليزية، طلاب المدارس يجوا يحلوا واجباتهم البيتية في المنطقة في خلال الاعتصام، اللي طبخوا مقلوبة يجيبوا مقلوبة وهي بالمناسبة مرتبطة بصلاح الدين اللي أطلق عليها المقلوبة، مثل ما أخيرا صار في نشاط على الفيسبوك يحكي عن الموضوع. وفي اعتصام حول الحياة اليومية لاعتصام، احنا موجودين هنا بدناش ندخل من البوابات الإلكترونية. هاي كانت
استمرت الحادثة 14 يوم وجسد المقدسيين موقف صلب، ما حدا قادر يتراجع، والشرطة الإسرائيلية موقفها بلش يضعف. كانت الشرطة هي جلعاد أردان اللي هو كان مسؤول الشرطة، يعني اعتبر الإشي كأنه مشكلة شخصية بينه وبين المقدسيين وبين الفلسطينيين، إنه قتل 2 شرطة إلي هون وأنا بدي أخذ كأنه بثأر هون بدي أحط البوابات الإلكترونية. كانت تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على العكس، إنه الموضوع رايح لهبة وانفجار أكبر إذا بدنا نخلي البوابات الإلكترونية موجودة وأمام إصرار المقدسيين ما بدهم يدخل منهم راح يتفجر الوضع. كانت تقديرات الاستخبارات والجيش إنه لازم تنشال هاي بعد 14 يوم من رفض المقدسيين للدخول من خلال البوابات. ساهم كمان أمور حدثت في الضفة الغربية وبعمان نوعا ما كانت إلها تأثير إعلامي ونوعا ما على الصعيد النفسي في صمود المقدسيين، اللي هي العملية اللي نفذها شاب من كوبر في مستعمرة حلميش، قتل بعض المستوطنين في المستوطنة، دخل للمستوطنة. وهذا بالمناسبة هو يعني هذا الإشي صار تزامنا أو بالتوازي مع الاعتصامات في المسجد الأقصى وفأر للمسجد الأقصى واللي بيصير فيه. والعملية صارت بالسفارة الإسرائيلي اللي قتل 2 أو شاب أردني بالأردن، يعني هاي ساهمت شوي في خلخلة الأمور، ضعف الموقف الإسرائيلي، وفي ضغوط كثير عربية من مؤسسات ودبلوماسيين وإلى آخرهم من فعاليات فلسطينية إنه الأمور في القدس متوترة كثير ولازم تنشال البوابات. بالمناسبة القرار الرئيسي والمركزي في إنه عدم القبول بالدخول للبوابات اللي ظل المصرين عليه هم الشباب القدس والمقدسيين اللي كانوا مرتبطين موجودين بالميدان. وهان نتعلم درس إنه الشارع هو اللي بيحصل لنا الحق كفلسطينيين، السياسة بالعكس بتفاوض وبتهدر الحق الفلسطيني، الشارع والممارسة النضالية الميدانية هي اللي بتحقق الحق الفلسطيني. انعقد مؤتمر إعلامي في آخر يوم، إذا بدي أذكر التاريخ بتصور 27 أو 26/7/2017، وكان اليوم تقريبا النهائي لإزالة البوابات الإلكترونية. أزالوا الإسرائيليين بوابة إلكترونية عن جميع أبواب المسجد الأقصى الداخلية، وظل باب حطة مغلق. الحين كانت فرحة فلسطينيين هم أزالوا البوابات وبدنا ندخل. الحين كان القرار من ونعقد مؤتمر صحفي برام الله ومؤتمر صحفي بالقدس للمرجعيات الإسلامية وللسياسيين، وأنه حققنا الانتصار وإلى آخره، والدخول سيكون بعد صلاة الظهر. شباب القدس أجلوا الدخول لبعد صلاة العصر تنشوف باب حطة. وراحوا بالمناسبة استشاروا أحد الأشخاص في الهيئة أو بالمرجعيات اللي هو الشيخ عكرمة صبري. الشيخ عكرمة صبري قال لهم يعني الوضع صعب، إذا بدنا ندخل وبدنا نناضل من داخل المسجد الأقصى لفتح باب خطة. وهي كان يعني أحد القرارات الصائبة، إننا بدنا ندخل بس بدنا نناضل، بدناش نستكفي إن باب خطة يظل مغلق مثل باب باب اللي بتصور الغوانمة أو أحد الأبواب المغلق في 67 بتصور حي باب المغاربة، نسيت الاسم بالضبط مش متذكر. فكانت الفكرة عند المقدسيين لا، والشباب الموجودين ما بدنا ندخل وما بدنا نخلي باب حطة مغلق، إن ظل مغلق راح يصير ضمن الثوابت الإسرائيلية وبدنا عملية مفاوضات ونزول للشارع من مرة. فالفلسطينيين قالوا لا، إحنا موجودين بالشارع، بدنا نظل موجودين بالشارع وبدنا نناضل لفتح باب حطة. عند صلاة العصر أريج مش سامع، إذا بتشيل الميوت. أنا شايل الميوت بس نختصر بالوقت. سمعني؟ سامعك. قديش معي وقت؟ الوقتك خلص، فبعطيك 3 دقائق للتلخيص. طب 3 دقائق عشان نحكي عن باب الرحمة. عند صلاة العصر دخلوا المرجعيات والوفود الرسمية اللي بدها تتصور وإن حققنا الانتصار، ومسكين بيدين بعض عاملين سلسلة بشرية وبدهم يدخلوا من باب الأسباط تاع المسجد الأقصى ويدخلوا على المسجد الأقصى. واجهوهم شباب القدس بسلسلة بشرية ثانية، شباب بيعرفوش بعض ولا بيعرفوا كيف تكاتفوا مع بعض، سووا سلسلة بشرية مضادة ضد المرجعيات والأشخاص اللي بدهم يدخلوا للمسجد الأقصى وباب حطة مغلق، وقالوا لهم فيش دخول للمسجد الأقصى، ممنوع الدخول حتى فتح باب حطة. وطلعت رواية نحر كرتك يا شيخ وإلى آخره من هاي، وبنفضحكوا إلى آخره. وبتعرفوا شباب القدس كيف عندهم جراءة ونقد سياسي لاذع لأي حدا بده يمس مكانة المسجد الأقصى وبهويتهم بنضالهم الجماعي. ومن هون يعني كان القرار الإسرائيلي إنه فيش مجال، يعني انكسرت الإرادة الإسرائيلية، مكتب نتنياهو انكسر. يعني أجا مدير شرطة القدس وقف عند باب حطة وأعطى تقدير موقف مباشر وفق روايات المقدسيين لمكتب نتنياهو إن الوضع خطير جدا، لازم نفتح باب حطة. وفتحوا باب حطة ودخلوا الفلسطينيين والمقدسيين وأهالي 48 والكل الفلسطيني الإسلامي المسيحي إلى آخره، وفي صور كثير عندي بتوثق الحادثة. دخلوا من جميع أبواب المسجد الأقصى وتم تحريره وكسر الإرادة تاعته. بالتوازي لهذا النضال الفلسطيني بال2017 وهبة باب الأسباط والانتصار الفلسطيني فيها،
بال2019 الفلسطينيين جسدوا شيء شبيه بس اقل يعني صدى، اللي هو فتح مصلى باب الرحمه بتاريخ 22 شباط فبراير 2019. المسجد الاقصى هو الفلسطينيين بيعتبروه المقدسين، انه ال144 دونم كلها الى قداسه الى مكان تجزء من الهويه الفلسطينيه. المصلى باب الرحمه مثل ما شرحت اللي هو ساحه تفضي الى المسجد الاقصى، والباب مغلق، والباب الباب الخارجي اللي هو باب السور مغلق، لكن من وراء الجدار هذا المغلق وداخله في مساحه 250 متر اسمها مصلى باب الرحمه. هذا كان مغلق لمده 16 سنه تقريبا، بال2001 2002 طلع قرار اسرائيلي سكره. الفلسطينيين حسوا انه في خطر يداهم مصلى باب الرحمه، لانه بتدخل قطعان المستوطنين بتقتحموا المسجد الاقصى، بروح بتوقفوا غاد بلكوا نظره، يعني اكثر مكان بوقفوا عنده وفي بصير ترانيم دينيه وتراتيل الى اخره في المكان هذا عند مصلى باب الرحمه. تنبهوا للخطر. بالمناسبة باب الرحمة في أكثر من محاولة في 67 حاولوا إن مشيدة يعني يفتح، بال2002 صارت محاولة لنبش قبر والدخول منه. المقدسيين بتاريخ 22 شباط 2019 بشكل جماعي بشكل علني اتوافدوا للهون لمصلى باب الرحمة الخارجي للأبواب تعيته، كسروا السلاسل وشالوا القفل وفتحوا وصاروا يصلوا فيه. بالأيام التالية الباب مسكر، يعني في عليه قفل مع الأوقاف، صار كل يوم حارس يتبرع يروح يفتحه. أي حارس بيفتح مصلى باب الرحمة صباحا وهو طالع يخلص الوردية تاعته في الظهر، الإسرائيليين يعتقلوه. اعتقلوا عدد من الحراس المسجد الأقصى اللي بيفتحوا مصلى باب الرحمة. هون ابتكر الحراس انه عددهم قليل الحراس، يعني كل يوم بدهم يعتقلوا واحد ويبعدوا عن المسجد الاقصى بضلش ولا حارس بالمسجد الاقصى، فاقترحوا ان نشوف وسيله ثانيه للفتح. فصاروا يستخدموا خلينا نسميها المقاومه بالحيله، يجيبوا شاب او شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه وهو يفتحها، او شخص او طفل متنكر بمعطف ولابس اواعي هيك كبيره وما ينتبهوش مين هو ويفتحوا. فالحراس والاشخاص الثانيين حافظوا عليه وفتحوه، واضطروا الحراس في يوم من الايام انهم يخلعوا الباب لمصلى باب الرحمة على أساس ما يتسكر، واللي بتسكر يعتقلوا الإسرائيليين فنخليه مفتوح للكل. هان ساهموا وفي قرار إسرائيلي ممنوع تفرشوه، ممنوع تستخدموا فيه أي شيء، ممنوع تحطوا فيه. المقدسيين اللي صاروا يدخلوا للقدس بعد الفتح الأكبر اللي هو 22 فبراير، كل واحد بيدخل يجيب سجادة صلاة، كل واحد يجيب علبة مناديل، كل واحد يجيبوا الأشياء، المية، المصاحف إلى آخره، كل شيء بيحتاج المسجد يجيبوه ويحطوه. أريج بس دقيقة واحدة أخيرة، بديش أحكي، بدي أروح لآخر شيء اللي هو درس المقاومة بالقدس. درس المقاومة بالقدس والنضال بالقدس بتصور بكل فلسطين لازم يكون، أو المقدسيين كيف علمونا المقاومة بتكون بالقدس، اللي هو مقاومة ومواجهة بين مستعمر ومستعمر، فيش وسيط، في مستعمر في مستعمر في مواجهة بينهم، هذا اللي تجسد بالقدس. المقاومة كانت جماعية وجماهيرية بشكل جماعي وجماهيري وعابر لكل الطبقات وكل الفئات وكل الطوائف. مقاومة علنية، مش خايفين، احنا بدنا نفتح باب الأصباط، نفتح باب حطة، وبدنا نفتح مصلى باب الرحمة. مقاومة تنطلق من إرادة جماعية، الكل الجماعي بده يقاوم، الكل الجماعي في عنده هدف مشترك، في أهداف مشتركة وفيش مصالح، هون اللي بدي أحكيه، لأن المصلحة بتكسر الإرادة. مقاومة بنية مزبوط صحيح على أحزاب وإرث المدينة ونضالهم ومؤسساتها وفيصل الحسين وإلى آخره من النضال الفلسطيني، لكن سمتها بدون قيادة مركزية، بتأخذ شبه لا حركة اجتماعية، وهذا الطابع القوي اللي هو ما خلاش في قيادة مركزية تستأثر إنها تفاوض وتتنازل، وكمان في نفس الوقت إن الإسرائيليين يضربوا هاي القيادة المركزية ويعتقلوها ويكسروها. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا أحمد. ننتقل للمداخلة الرابعة مع الأستاذ عبد الرؤوف أرناؤوط. عبد الرؤوف هو صحفي فلسطيني من مدينة القدس، يعمل في عدة صحف فلسطينية وعربية. سوف تكون المداخلة حول محطات من الإعلام الفلسطيني حول القدس. تفضل أستاذ عبد الرؤوف. مساء الخير للجميع ويعطيكم العافية. أنا بشغل بجريدة الأيام على أساس توضيح، مش عدة صحف. بدي أتحدث بهاي المداخلة عن قضية القدس والإعلام في القدس والتغطية الإعلامية بالنسبة للأوضاع في مدينة القدس. بداية بدي أذكر قصة، يعني إنه مع انطلاق صحيفة الأيام في عام 95 وصل لمقر الصحيفة وكيل عربي لإعلانات حكومية إسرائيلية، في حين عرض على الجريدة على الصحيفة صفقة كبيرة لنشر إعلانات متواصلة صادرة عن مؤسسات إسرائيلية، تحديداً كمل
أستاذ عبد الرؤوف الصوت راح. إيه لا. هيك في صوت؟ هيك في صوت. عرض في حينه صفقة لنشر كميات كبيرة من الإعلانات المتواصلة الصادرة عن بلدية الاحتلال في مدينة القدس وعن ما يسمى بالإدارة المدنية. نشر هذه الإعلانات كان ممكن يدل على الصحيفة أموال ضخمة، وكانت الجريدة في بداية صدورها فكان ممكن هذا يشكل دفع كبير لها. مسؤول التحرير بالصحيفة قرر في حينه رفض نشر هذه الإعلانات اللي هي أساساً الترويسة تبعتها بتحكي بلدية أورشليم القدس أو بتحكي الإدارة المدنية بالضفة الغربية، الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في حينه كان بيستخدموا لحد الآن بيستخدموا تعبير يهودا والسامرة. أنا أردت الإشارة لهذا الموضوع من أجل تسليط الضوء على ثلاث أمور أساسية. أول موضوع اللي هو ما يمكن تسميته بصراع المصطلحات، والثاني محاولة استخدام السلطات الإسرائيلية للإعلانات لتمرير سياسات معينة أو مصطلحات معينة، والثالث اللي هو جانب الإيجابي لانتقال وسائل الإعلام بعيدا عن قبضة الرقيب العسكري الإسرائيلي بالقدس المحتلة إلى الضفة الغربية ما بعد إقامة السلطة الفلسطينية. الكثير صحفيين اللي عملوا بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 67 بالصحف الفلسطينية والمجلات الفلسطينية الصادرة في مدينة القدس بعد 67، مصطلح مقص الرقيب العسكري حاضر بالأذهان لكثير منهم. عندما نقول انه مقص الرقيب العسكري فهو ليس تعبيرا مجازيا، وانما هو واقع حقيقي. كان الرقيب العسكري الاسرائيلي يقص المقالات، يقص الاخبار التي يعتبر انها بين قوسين تحريضيه او انها تضر بامن اسرائيل، امن اسرائيل حسب زعمه. أراد الاحتلال من خلال هذا الإجراء التحكم بما يقرأ الفلسطينيون عن أحوالهم وما يقرأه العالم عنهم من خلال وسائل إعلامهم. وفي عالم كان بيستخدم التليكس قبل الفاكس لتناقل المعلومات، كان لمثل هذا الإجراء تأثير كبير على ما يتلقاه الفلسطينيون من معلومات من وسائل إعلامهم. بموجب أول شيء لتعريف الرقيب العسكري، هو مسؤول إسرائيلي برتبة عسكرية يتقن اللغة العربية. في نهاية كل يوم، إذا كان الحديث عن صحف يومية، يتلقى نسخ عن المقالات أو الأخبار أو التقارير التي تتحدث عما تعتبره إسرائيل لها علاقة بأمنها، ويقوم بقراءتها وشطب ما يعتقد أن الفلسطينيين أو غيرهم لا يجب أن يقرؤوا في وسائل الإعلام الفلسطينية. ولأنه وسائل الإعلام الفلسطينية في غالبيتها كانت تصدر في مدينة القدس الشرقية، وكانت تصدر بتصريح من السلطات الإسرائيلية، كان يجب عليها الالتزام بقرارات الرقيب العسكري. عدم الالتزام بقرارات الرقيب العسكري كانت تترتب عليه عقوبات، تبدأ بسحب الترخيص بشكل نهائي، منع التوزيع المؤقت لفترات قد تطول أو تقصر، منع التوزيع في أيام محددة في مناطق جغرافية محددة، مثلا ممكن منع التوزيع في مدينة القدس، منع التوزيع في الضفة الغربية، منع التوزيع في قطاع غزة. ولكن العقوبات نفسها لم تقتصر على وسائل الإعلام، وإنما امتدت إلى العاملين في وسائل الإعلام بالاعتقال أو الاستدعاء للتحقيق أو الأبعاد عن الأراضي الفلسطينية. وذكر لي أحد العاملين السابقين في جريدة الفجر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت في أحد الأيام 11 من طاقم التحرير في الجريدة بداعي التحريض، وكثيرين يعلمون حادثة إبعاد رئيس تحرير جريدة الشعب أكرم هنية عن الأراضي الفلسطينية خلال قيامه بعمله.
تاريخيا إصدار الصحف الفلسطينية لم يبدأ مباشرة بعد العام 67، هو بدأ تقريبا بعد سنة أو سنة أو أكثر من الاحتلال الإسرائيلي عام 67، بداية من جريدة القدس، ثم بالعام جريدة القدس صدرت 68، جريدة الفجر والشعب صدرت بسنة 72، وبعدها صدرت العديد من الصحف، منها النهار والميثاق والطليعة والدرب. باللغة الإنجليزية كان في صحيفة واحدة تنشر باللغة الإنجليزية، هي جريدة الفجر. كان في العديد من الصحف التي كانت تصدر من مدينة القدس، منها العودة والفجر الأدبي وعبير والشراع والعهد والكاتب. فعليا كانت القدس الشرقية هي بمثابة عاصمة للإعلام الفلسطيني قبل أن تنتقل إلى مدينة رام الله، قبل أن ينتقل معظمها إلى مدينة رام الله بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وشاهدنا بهذيك الفترة ولادة جريدة الأيام وجريدة الحياة الجديدة وغيرها من الصحف التي كانت تصدر من مدينة أريحة، أيضا هي تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية إجمالا، جريدة الصباح وجريدة الأقصى وغيرها. السبب بصدور الصحف الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية أنه في حينه لم يكن مسموحا إصدار الصحف بالضفة الغربية أو قطاع غزة، كان في فسحة مجال لإصدار صحف ومجلات من مدينة القدس الشرقية، واستغلته العديد من الصحفيين والكتاب لإصدار صحف من مدينة القدس الشرقية. ولكن على الرغم من أن الصحف كانت تصدر من مدينة القدس الشرقية، إلا أن وجود سيف الرقيب العسكر الإسرائيلي على رقابها منعها بالكثير من الأحيان من نشر مقالات ممكن القول أنها تعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني. كان الرقيب العسكري الإسرائيلي يشوه هذه المقالات باقتطاع أجزاء كبيرة منها، وكان أيضا يفرض مصطلحات، وموضوع المصطلحات هو موضوع مهم جدا. مثلا بإسرائيل يتعمد كثيرا تكرار مصطلحات مثل بلدية القدس، مثل موضوع شرقي القدس، مثل الحرم القدسي، مثل الإدارة المدنية. هذه المصطلحات كان يحرص الاحتلال على أن تكون موجودة في الإعلام الفلسطيني. كان أحيانا هناك في معظم الأحيان كان هناك التفاف على هذه المصطلحات. مثلا الصحف منظمة التحرير الفلسطينية كانت تستخدم تعبيرات مثل بلدية القدس الغربية، عند الحديث عن القدس الحديث عن القدس الشرقية، عدم استخدام الحرم القدسي واستخدام مصطلح المسجد الأقصى، الإدارة المدنية يتم استخدام تعبير الحكم العسكري الإسرائيلي. للأسف حتى الآن هناك ممكن القول إحدى الصحف الصادرة في القدس الشرقية ما زالت تستخدم تعبير بلدية القدس أو تستخدم تعبير شرقية القدس وتستخدم تعبير الإدارة المدنية. بنفس الوقت يعني بإضافة إلى محاولة فرض مصطلحات، كان هناك منع حقيقي لمقالات تنشر في الصحف الفلسطينية، هي مقالات تعبير عن التوجه القومي الوطني الفلسطيني، أو مقالات بتعبر عن واقع موجود سواء في مدينة القدس أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام. مجمل هذه القيود الإسرائيلية عكست بنفسها في أحيان كثيرة على منع تقديم الرواية الفلسطينية عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. أه أه
مثلا عند الحديث عن موضوع الخطاب التوعوي الموجه للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لو أن خطيب الأقصى مثلا حذر من سماسرة العقارات في مدينة القدس الشرقية، كان مثل هذا الموضوع سيشطب من الرقيب العسكري الإسرائيلي. لو كان هناك تحذير من عمليات استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، كان هذا مثل هذا الموضوع يشطب. لو كان حديث هناك عن تقرير إنساني عن عائلة شهيد فلسطيني، عن عائلة جريح فلسطيني، عن عائلة مواطن فلسطيني تم هدم منزله، كان يتم شطبه من الرقيب العسكري الإسرائيلي. كشف عن معلومات مثلا عن حفريات أسفل المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة أو في مدينة سلوان أو في بلدة سلوان أو في محيط أو أسفل المسجد الأقصى، كان يشطب بشكل نهائي من قبل الرقيب العسكري الإسرائيلي. وبالتالي كان يتعين على الصحف الفلسطيني والمحرر في داخل غرفة التحرير في الصحف الفلسطينية أن يسير على خط رفيع بين ما هو مسموح وما هو ممنوع من الرقيب العسكري الإسرائيلي. وأحيانا كثيرة كان محاولة للالتفاف على الرقيب العسكري الإسرائيلي من خلال طريقة أنه إذا كانت مثلا هناك معلومات معينة عن فلسطيني استشهد في ظروف معينة، لو كان الصحيفة الفلسطينية هي التي تنشر هذه المعلومات، كانت سيتم شطبها بشكل كامل من قبل الرقيب العسكري. فكان أحيان كثيرة كان يتم تزويد صحفي إسرائيلي في الإذاعة الإسرائيلية مثلا عن معلومات عن ظروف استشهاد هذا الفلسطيني، يقوم هو بنشرها في الإذاعة الإسرائيلية، ولاحقا تقوم الصحف الفلسطينية بترجمتها عن الإذاعة الإسرائيلية ونشرها كما هي من أجل تفادي الرقيب العسكري، سيما أن المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تخضع للرقيب العسكري باعتبار أنها مرت من خلال الرقيب العسكري وتم إجازتها أصلا. وطأة مقص الرقيب العسكري الإسرائيلي كانت تشتد وتخف تبعا للأحداث. الأشد وطأة كانت في نهاية السبعينات، ثم في فترة الانتفاضة الأولى في نهاية الثمانينات. ويمكن القول أن وطأة الرقيب العسكري الإسرائيلي انخفضت بشكل كبير بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور صحف ووسائل إعلام فلسطينية في مدينة رام الله أو في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة. لم تكن هناك أي وسائل إعلام مرئية أو مسموعة قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. الآن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبح قدرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحد من ضخ المعلومات من مدينة القدس أو غيرها من الأراضي الفلسطينية شبه معدومة. مثلا تم الحديث في المداخلات السابقة عن أحداث هبة البوابات الإلكترونية في منطقة باب الأسباط وغيرها من أبواب المسجد الأقصى، كانت تبث تقريبا مباشرة على كل وسائل الشبكات التواصل الاجتماعي بالصور فيديوهات شهادات ناس. وبالتالي قدرة الاحتلال على منع انتقال الرواية الفلسطينية تقريبا اختفى. مع هيك تواصلت موضوع الرقيب العسكري بطريقة أخرى، أنه تم استدعاء عشرات الشبان والشابات الفلسطينيات من مدينة القدس للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية بسبب بثهم معلومات أو فيديوهات وأحيانا استخدام مصطلحات
مثل شهيد، مثل احتلال، مثل انتفاضة وغيرها من الكلمات. الرقيب العسكري الإسرائيلي أثناء قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان يمنع مصطلحات مثل شهيد، احتلال وغيره من الكلمات اللي تعبر عن واقع الحال الموجود في داخل الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية تحديدا. بالإجمال في توجد ملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية العاملين بالتغطية الإعلامية في مدينة القدس حتى الآن على قضايا معينة، مثلا موضوع الاقتحامات في المسجد الأقصى التي بدأت فعليا في العام 2003 أحاديا بقرار من الشرطة الإسرائيلية ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية. يتم سؤال صحفيين عن موضوع استخدام كلمة أو مصطلح اقتحامات، بالنسبة للإسرائيليين أنه مصطلح الاقتحامات ممنوع، وانه ما يتم هو يعني بيستخدموا تعبير زياره، وهذا غير صحيح يعني، لانه تتم الاقتحامات دون موافقه دائره الاوقاف الاسلاميه في القدس وموافقه الشرطه الاسرائيليه، ويتخلل الاقتحامات استفزازات للمصلين وحراس المسجد الأقصى، وفي أحيان كثير اعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت بين أسابيع أو أشهر بداعي الاحتجاج على الاقتحامات أو نشر أشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا الاقتحامات والاحتجاجات الفلسطينية عليها. هناك قضية معقدة جدا في موضوع تغطية الأخبار المتعلقة بمدينة القدس، وهي تحديدا ما يتعلق بتسريب العقارات في مدينة القدس الشرقية للمستوطنين، او يعني فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي يحاولوا تبرير ما يجري على أنه شراء، وأن المستوطنين دخلوا إلى منازل بسبب الشراء أو وضعوا اليد عليها بسبب قانون حارس أملاك الغائبين أو قضية الجيل الثالث وغيرها من القوانين التي تم استخدامها لوضع اليد أو للاستيلاء على عقارات في مدينة القدس الشرقية وتحديدا في البلدة القديمة وفي بلدة سلوان والشيخ جراح وراس العمود. الجانب الإسرائيلي أو السلطات الإسرائيلية سلطات الاحتلال تعتبر أنه الحديث عن مثلا سماسرة يتولون عملية تسهيل وضع اليد أو الاستيلاء على العقارات، الحديث عن أشخاص قاموا بيع عقارات أنه هذا تحريض ضد هؤلاء الأشخاص. من ناحية تانية المعقد فيها أنه بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا أنه في حال كانت هناك معلومات موثقة عن شخص قام ببيع عقاره لمستوطنين أو لجماعات استيطانية تكون هناك إشكالية اجتماعية في نشر هكذا معلومات مع عائلة هذا الشخص، وهذا يضع وسائل الإعلام في هذا الموضوع تحديدا في مشكلة، إنه هل نقول إنه مثلا تم تسريب هذا العقارات، هل نقول تم بيعها، هل نقول تم وضع اليد عليها، هل نقول أنه تم الاستيلاء عليها. في أحيان كثيرة يعني خلال تغطية موضوع القدس من سنة 93 حتى الآن أنا شخصيا واجه مشكلة كبيرة بهذا الموضوع. عبد الرؤوف بدنا نختار نعطيك دقيقة، المفروض أنه ننهي المداخلة. تفضل. ماشي الحال. اللي هي هطالع صوت هلا آه.
الإشكالية المواجهة اللي هي قضية أنه إذا في حال توفرت لدينا معلومات موثقة عن شخص قام ببيع منزله، هل ننشر أن المستوطنين استولوا على هذا المنزل؟ هذه تعطي غطاء للي باع المنزل لأنه هو وكأنه شخص وطني وقام المستوطنين بالاستيلاء على منزله. في معظم الأحيان بستخدم تعبير وضع اليد موضوع فضفاض لا يعبر حقيقة عن واقع الحال فيما يجري بهذا الموضوع تحديدا، ولكن هو يعني الأسلم من بين مصطلحات من إنه موضوع بين استيلاء وبين شراء. يعني هذا آخر شيء إنه ثورة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عملت طفرة في موضوع تغطية أخبار القدس في كل المجالات. يعني احنا بنلاحظ الآن وجود عشرات إن لم يكن مئات المواقع الإخبارية المتخصصة في موضوع أخبار القدس، في موضوع ما يجري في القدس. الأحداث الموجودة في مدينة القدس هي تقريبا الموضوع الرئيسي في معظم وسائل الإعلام سواء المرئية والمكتوبة أو المسموعة. يعني شكرا جزيلا استاذ عبد الرؤوف. المداخله الاخيره للاستاذ علي مواسي. علي هو شاعر وكاتب يعمل محررا لفصحى ثقافيه فلسطينيه، بالاضافه الى تحرير اصدارات مؤسساتيه وخاصه وتدريب مجموعات وتدريس اللغه العربيه وادابها. ينشط ثقافيا واجتماعيا في عدد من الاطر والمبادرات. له مجموعه شعريه بعنوان لولا ان التفاح، وكتاب من تحريره بعنوان الثقافة الفلسطينية في أراضي 48 من إصدار مدار. أعد وحرر ملفا خاصا بعنوان العاصمة القدس والفعل الثقافي لمناسبة الذكرى 20 لانتفاضة القدس والأقصى. مداخلة علي سوف تكون كيف نفكر في القدس معرفيا. تفضل أستاذ علي. مساء الخير ويعطيكم العافية وشكرا على هذه الفرصة. أنا مداخلتي رح تكون في النقاط الآتية: إبستيمولوجيا الالتزام، سياسات الاستخفاف مقابل سياسات الأمل، المعرفة الذاتية، ثم قراءة مسحية في نسقين معرفيين مؤسساتيين حول القدس، ثم مخيارنا حول القدس، ثم وأخيرا المعرفة المرادة. كيف نفكر في القدس معرفيا؟ سؤال يحتمل وجهين: أولهما راهن المعرفة المتعلقة بالقدس والمنتج حولها، وثانيهما مستقبل هذه المعرفة المرادة. من متطلبات التفكير في شيء ما معرفيا، إن كان الهدف التأسيس لما هو مستقبلي، فحص أنساق هذه المعرفة وأشكالها، البحث في قلب هذه الأنساق والأشكال، وكذلك حقول المعرفة ومضامينها وقيمها ومقولاتها وكيفية إدارة هذه المعرفة ومدى مناليتها أو إتاحتها، وهل من مجتمع معرفة متداول لها، وما خصائص هذا المجتمع، وكيف يكون تشغيلها واقتصادها وأثرها في الشيء المفكر في معرفته وسياقه وفي سياق هذه الورقة طبعاً القدس. يمكن إجمال ذلك كله ضمن ما يعرف بسياسات المعرفة، وكل هذا يصنع صناعة عبر وسطاء معنيين بالشيء ومعرفته، إن كانوا أفراداً أو مجموعات أو مؤسسات على اختلاف أنواعها ومجالات عملها. لعل التأطير المعرفي بالشقاء الشائق الذي يمكن لمستعمر أن يمشي فيه خلال الحديث عن مكانه المستعمر بحثاً عن حريته فيه، ما يطلق عليه الباحث خالد عطلة إبستيمولوجي الالتزام، إذ يمكن لهذا الحقل وفق عطلة أن يدفعنا إلى الاصطدام بأحداث العالم وجها لوجه وبروح المغامرة والمجازفة والتجريب المعرفي بما يشبه الجذب الصوفي الذي ينتج شطحا ويمزق حجبا ويؤسس طريقة، لا كمواقع نختبر فيها أفكارنا وأدواتنا التحليلية القارة، وإنما الأحداث كمواقع لولادة الأفكار وانطلاقة عملية
لوصول حقائق كونية جديدة سياسية فلسفية اجتماعية إلى آخره، وذلك كمقدمة لتجاوز النقد إلى نقد منظومة المعرفة الاستعمارية. إذن فمن أجل معرفة ملتزمة نحن بحاجة إلى المغامرة والمجازفة والتجريب واختبار أفكارنا وأدواتنا التحليلية التي خلصنا إليها حتى الآن، بل والخروج عليها وتجديدها للوصول إلى حقائق جديدة عنا، عن فلسطين، عن القدس، معرفة من نتاجنا تقود ما هو استعماري من المعرفة. ومما قد يفيد في الإجابة عن سؤالنا التفكير بالمعرفة ضمن ثنائية سياسات الاستخفاف وفق كابيلا وجاميسون مثلا، هذا من جهة، مقابل سياسات الأمل وفق سنايدر وفيدلمان من جهة ثانية. هل نريد معرفة تؤدي إلى الأولى أم إلى الثانية، وكيف نشتغل ما بينهما؟ يلخص مهند مصطفى سياسات الاستخفاف وسياسات الأمل في قراءته للمشهد السياسي الفلسطيني عبر تسليط الضوء على الأراضي المحتلة عام 48، والحاصل فيها صورة تمثل الكل الفلسطيني. يلخص مصطفى بأن سياسات الاستخفاف تنتج أفراداً مستخفين بالعمل الجماعي، متشائمين، سلبيين، متهكمين، متفرجين، غير متدخلين فيما هو عام، وذلك يكون ناتجاً عن أمور عدة، منها مثلاً غياب مرجعية قيمية واضحة في مجتمع ما، والإحساس بالاختراب، ونمو الشك وعدم الثقة بالمؤسسات والفاعلين فيها، وتحديداً السياسية، وبالتالي ترميز عالم الاشتغال بالشأن العام وكذلك السياسة كسلبي أكثر مما هو إيجابي، وتحديداً في ظل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على إيقاع حياة إنسان العشرية الأخيرة التي يكون فيها، أي في هذه الوسائط، احتكار للسجالات العامة وتلقي المعلومات. أما سياسات الأمل فهي تؤدي إلى تعزيز المشاركة في الشؤون العامة، وتوفر للفرد مقاربة تفكيرية ذات بعد فردي وجماعي في الوقت نفسه، أخذاً بعين الاعتبار الدمج بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. إن وضع أهداف جماعية واضحة يزيد من إنتاج أفراد يحملون الأمل في التغيير، أفراد ناقدين متداخلين في الشأن العام. تدفع سياسات الأمل بالأفراد والجماعة إلى الشعور بالقدرة على تحقيق الأهداف الجماعية ومن ضمنها السياسية. فالشعور بالقدرة على تحقيق الأهداف ينتج بدوره معرفة واثقة بنفسها وبقدرتها على التغيير والقدرة على الإنجاز في مساحات مختلفة. إذن فلنربي الأمل. هنا عند محاضرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. درويش. يمكن لهذه المعرفة، معرفة الأمل، أن تتحقق إن، وهنا أسقط قراءة مصطفى السياسية على المجال المعرفي، إن توفر مشروع معرفي جماعي يحمل الأمل للناس ويدفعهم للالتفاف حول قضايا جماعية تندرج فيها المصالح الذاتية وهي شرعية مع المشروع الجماعي. وجود قيادة معرفية جماعية في مستوى الأفراد والمجموعات والمؤسسات تنظم نفسها ولا ترى تعظيم مصالحها الخاصة على حساب المشروع الجماعي، بل ترى أن تحقيق مصالحها الخاصة يكون من خلال تعظيم المشروع الجماعي والعمل على تحقيقه في حياة الناس وفي واقعهم وفي وعيهم. ثالثاً، وجود تنظيمات قادرة على العمل وتنظيم الناس وإعطاهم الأمل في القدرة على التغيير عبر أحلام صغيرة وأحلام كبيرة تخاطب الناس وتجمعهم حولها. في خلفية، وهنا أنتقل للمعرفة الذاتية، في خلفية محاولة إجابة عن سؤال كيف نفكر في القدس معرفياً، ثمة استناد استحضاري لمعايشات ومشاهدات ذاتية لقصصي وحكاياي تنطوي كثير من تفاصيلها على مواضع دافئة تحررني نسبياً من الرسمنة. أولاً، تدريبات في الهوية جمعتني بمئات الشباب من القدس ومنطقتها الحضرية
على مدار 5 سنوات عبر مؤسسات مجتمع مدني ومبادرات مختلفة ساهمت في جعل القدس لدي إنساناً أولاً وقبل كل شيء، عبر الغوص في أسئلة جيلها الجديد وقضاياه، تحدياته وآماله، ذكاءاته وقدراته. ثانياً، الشهادة على وقائع حبة باب الأسباط خلال تموز يوليو 2017، حيث مشهد من صلاة تتموج في الركوع والسجود، تموج انتقال الله أكبر في سلسلة من جدع إلى جدع بعد الإمام، يقفون في مواضع عالية على طول شارع المواجهة، حناجرهم بدير للسماعات المسروقة، وقبلها وبعدها، أنا ابن القدس من هون، وجنة جنة جنة، وكلك تفاحة وغيز نتنياهو حكام العرب، وقبل ذلك وبعده الكثير من الحجارة وقنابل الغاز وأصوات المسعفين الصارخين. ثالثاً، أثر الطفولة في صياغة علاقتي مع القدس وتشكيل معرفتي وفهمي لها ومشاعري نحوها، وتحديداً من خلال صداقة جمعت عائلتي وهي مستمرة حتى الآن لعائلة السيد أسعد قطيني أبو العبد، حيث زرت منزل هذه العائلة عشرات المرات، ومن خلالها عشت القدس وفضائها الحضري. على السطح قبتان صغيرتان يطل الوقوف عليهما على أخرى ضخمة ذهبية، وفي الخلف غرفة حمام، الأسفل حيث النافورة الغادية حوض زرع تخرج أصوات لنقاشات العائلة المقدسية، وبيت متاخم يتحدثون عنه ويذكرون أن شخصاً اسمه شارون استولى عليه وعلق عليه علماً غير علمنا. إن طفولاتنا بئرنا الأولى كما يرى جبرة، التي تملأنا بثنائيات الارتواء والعطش على طول الطريق. معرفة الذاتية حول القدس هذه هي بالنسبة لي أمل، ويمكن لكل واحد منا أن يفكر بمصادر معرفته عن القدس والأمل الذي فيها. إن المعرفة الذاتية عبر القصة والحكاية الخاصة أهم وأخصب معرفة ممكنة. ولضرورة رسمنة الإجابة مراعاة لإغراض هذا المؤتمر، عمدت هذه الورقة إلى فحص نسقين من إنتاج المعرفة حول القدس. أولهما مجلة حوليات القدس باللغة العربية الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وثانيهما مؤتمرات حول القدس أو بيت المقدس نظمت خلال عامي 2019-2020. حوليات القدس: صدرت المجلة على مدار 11 عاماً من 2003 حتى 2014، تضم أعدادها 18 المتوفرة بصيغة إلكترونية عبر موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 156 مادة تتنوع ما بين المقالة والتقرير البحثي والدراسة والشهادة والمراجعة والوثيقة وغيرها. ساهم في المجلة 81 اسماً من باحثين واختصاصيين. طبعاً اخترت المجلة لأسباب عديدة سأتجاوزها. من خلال مراجعة أعداد المجلة والوقوف على مقالاتها، فحصاً للمعرفة المنجزة فيها حول القدس، تبين الخصائص الآتية: أن 72% من المواد تتعلق بما هو تاريخي تذكري، أي بماضي القدس وتحديداً ما قبل النكبة، ويكثر من بين ذلك الاستحضار السياري والتاريخ الاجتماعي، مقابل 27% تتعلق بقضايا آنية في سياق صدور كل عدد وعدد. إن 5% من المواد فقط تتضمن تفكيراً مستقبلياً، استشرافاً، تخطيطاً، طرحاً استراتيجياً، سيناريوهات محتملة لمدينة القدس. 11% من المواد فقط تستند إلى معرفة ميدانية أو معرفة ناتجة عن معايشة ومشاهدة. 6% من المواد فقط يحضر فيها الإنسان المقدسي قصصه وتجاربه وروايته بصفتها مصدراً من مصادر المعرفة. 15% من المساهمين في المجلة من النساء فقط. 13.5% من المواد يحضر فيها الإنسان الفلسطيني فاعلاً رفضوياً لا ضحية فقط تسجل ضحويتها.
دراسة إسرائيل في المجلة وتحديداً دراسة المجتمع الإسرائيلي وتاريخه وقيمه يكاد يكون غائباً تماماً عنها، وهذا ينطبق أيضاً على دراسة يهود القدس ما قبل تطييفهم خدمة للمشروع الصهيوني بداية القرن العشرين، أي يهود فلسطين، وكذلك مجتمع القدس اليهودي المستعمر المعاصر. غياب دراسة إسرائيل ومجتمعها يشكل في اعتقادي عائقاً مركزياً في فهم إسرائيل نظاماً للفصل العنصري استكمالاً لمنجزها في التطهير العرقي. يظهر أيضاً أن القضايا المجتمعية الملحة المتعلقة مثلاً بالأسرة والاقتصاد والجندر ودراسات الفقر والجريمة والمخدرات وعلم النفس والتربية والتعليم والفنون والآداب والتكنولوجيا والعلوم هامشية الحضور في المجلة. خطاب المجلة العام، وعلى الرغم مما قد يصنعه من اعتداد وطني وقومي بالإرث الفلسطيني الحضري والنضالي، إلا أن إمكانية صناعة هذا الخطاب لمعرفة أمل وبالتالي سياسات أمل مستقبلية إمكانية محدودة. هذا علما بأن وجود المجلة نفسها بصفتها جهد مؤسساتي تنخرط فيه جماعة ضمن نسق نحو هدف معين، وهنا أحاجج نفسي، يمكن اعتباره جزءا من سياسات الأمل في مستوى النسق للمحتوى، لكن للأسف المجلة متوقفة الآن بالعربية. تفسيرا لبعض نتائج هذه القراءة المسحية، قال الباحث علي حبيب الله المهتم بتاريخ فلسطين الاجتماعي بعد أن أطلعته على هذه القراءة، إن بعث التاريخ الاجتماعي في فلسطين والمنطقة العربية يرتبط بأمرين أساسيين، أولهما أن هذا بات ملمحا من ملامح الكتابة الأكاديمية العالمية خلال العقدين الأخيرين، وهذا انسحب على الكتابة العربية والفلسطينية، والثانيهما أن هذا البعث وفق حبيب الله يأتي في سياق استعماري تتكثف فيه ممارسات عنفية لمحو ما هو فلسطيني وتهويده وتحديدا في القدس، وبالتالي فإن هذا البعث هو نفسه عملية صناعة معرفة مجابهة للمحو والتهويد العنفي وسياسات تأديب الفلسطينيين. في سؤال أيضا لسليم تماري، وهو كبير الباحثين في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وقد شغل منصب رئيس تحرير حوليات القدس، في سؤال له حول بعث التاريخ العثماني ونظامه في القدس في الإنتاجات المعاصرة وكثافة ذلك، وذلك خلال مؤتمر ينعقد هذه الأيام من قبل هيئة المعماريين العرب تحت عنوان أسبوع القدس العاصمة، أوضح تماري أن الاهتمام الماركسي وما بعد الماركسي في التشكيلات الاجتماعية في العالم العربي أدى إلى بروز أعمال جدية جدا تتجاوز الفكر القومي الضيق إن كان العربي أو التركي، وأن هذا التوجه أدى إلى اكتشاف غنى هائل في الأرشيف العثماني وأرشيف الخديوي في مصر. هذا مثلا، هذا الغنى عوض عن فقر المراجع الموجود، وأكد تماري أن الفترة الغنية جدا في إنتاج هذه الأعمال كانت التسعينات والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين، وأن هذا حاصل في المنطقة العربية كلها وليس فقط في فلسطين، وبالتالي هذا يفسر ليش 80% تقريبا من مواد المجلة هي مواد تاريخية وتحديدا في العصر العثماني. المؤتمرات، فحصت الورقة أيضا المؤتمرات المنظمة حول القدس أو بيت المقدس التي تعتمد اللغة العربية أو تتوفر فيها ترجمة عربية، وذلك خلال عامي 2019 و2020. في أسباب ليش هذول العامين، طبعا بعد نقل السفارة وهبة باب الأصوات وصفقة القرن وما إلى ذلك، بديش أفوت بكثير تفاصيل. أتاحت محركات البحث في عموم الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي في المدى المفحوص الوقوف على 23 مؤتمرا، اخترت منها 20 مؤتمرا لفحصها، كون ثلاثة منها مكرر بين العامين دون اختلاف في الجهة المنظمة والبنية والمضمون. ومن فحص هذه المؤتمرات تبين الآتي: نظمت هذه المؤتمرات أو تقع جهات تنظيمها في حال كونها افتراضية خلال جائحة كورونا في 8 دول: فلسطين، الأردن، تركيا، لبنان، تونس، سوريا، إيران، وواحد دولة عالمي في جنيف في سويسرا، طبعاً في الأمم المتحدة. 38% من هذه المؤتمرات يمكن وصفه
الأكاديمي أو العلمي، حيث الاستناد إلى أبحاث أو أوراق يقدمها باحثون ومختصون وخبراء. 85% منها عالج قضايا آنية تعيشها مدينة القدس، لكن هذا ينحصر غالباً فيما تواجهه المدينة من مخططات سياسية استعمارية وتهويل وتحديات. الكثير من القضايا الملحة التي تواجه الإنسان المقدسي تغيب تماماً، كما جاء في الحديث عن مواد حوليات القدس. 35% فقط من هذه المؤتمرات حضر الإنسان المقدسي مصدراً للمعرفة. 5% فقط، مؤتمرين منها، قدمت قراءة في المجتمع الإسرائيلي وقضاياه واليهودية وتحديداً في القدس. 65% منها تمت منالية وإتاحة لمحتواها، وتحديداً بسبب تقنيات التوثيق الحديثة التي توفرها التواصل الاجتماعي مثل لايف فيسبوك ويوتيوب وبث زوم. علماً أن مؤتمرين فقط من هذه المؤتمرات نشرت أوراقها، وواحد منها نشر دراسة. هذا يتعلق بمسألة إتاحة منالية المعرفة وتشكيل مجتمع المعرفة. شارك في هذه المؤتمرات مجتمعة 383 متحدثاً، جنسياتهم غالباً عربية وإسلامية، 22% منهم فقط من النساء. 30% من تلك المؤتمرات لا يحضر فيها شخص يمثل القدس، وحيث تحضر فهي غالباً شخصيات تتكرر على نحو مضطرد من المجال الديني، وتحديداً سماحة الشيخ عكرمة صبري ونيافة المطران عطل حنة. إن عدد المشاركين في هذه المؤتمرات مجتمعة كما تظهر التقارير الإعلامية، وكذلك تقارير المؤتمرات وبياناتها والمواد البصرية، لا يتجاوز على أحسن حال 20,000. والمؤتمرات الافتراضية هي الأكثر مشاركة من بينها خلال جائحة كورونا. غالبية الملاحظات التي ذكرت حول حوليات القدس يمكن سحبها على واقع المعرفة المنتجة في المؤتمرات. والصارخ في كلا النسقين المفحوصين غياب تشخيص أنفسنا ونقدنا التحليلي لذواتنا، غياب نقد المؤسسة الرسمية العربية والمسلمة والفلسطينية والنظام العالمي، علما أن إسرائيل المعترف بها من 160 دولة في العالم حصيلت كل هذا بسبب شبكة تقاطع المصالح والاتفاقيات تاريخيا وآنيا. تجاوز طبعا، كان في الحديث كمان مع رامية إلياس اللي هي قدمت شهادتها على هذه المؤتمرات، اللي هي مديرة مركز أبوس الثقافي. بدي أتجاوز هاي المسألة عشان اسمحوا لي فقط أن أقرأ لكم أسماء المؤتمرات الإسرائيلية التي حملت اسم يروشلايم القدس خلال عام 2020، دون أن تكون بالضرورة مخصصة لبحث شؤونها، لكنها تنظم فيها، وبالتالي فهي تصطبغ بها تماماً، خاصة الوافدين اللي بيجوا بعيشوا بالقدس، وتصنع شيئاً من سرديتها الآنية وصورتها. اسمعوا الأسماء: مؤتمر يروشلايم لدراسة تربية الرياضيات 9، مؤتمر يروشلايم للسياحة التربوية، مؤتمر يروشلايم لطب العائلة للفنون 5، مؤتمر يروشلايم حول التحديثات في علوم الأورام ورصدها، مؤتمر يروشلايم هو سياسي فكري لصحيفة اسمها بيشيفا 17، وهو المؤتمر رقم 17. الأعمال: مؤتمر يروشلايم للأدباء والشعراء اليهود، مؤتمر يروشلايم لتخطيط القدس والتفكير بها سنة 2030 لصحيفة كالكاليست، مجلة كالكاليست، مؤتمر جبال يروشلايم، مؤتمر يروشلايم السنوي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، مؤتمر يروشلايم لأمراض الدم والجلطات الدموية. هكذا تصدر إسرائيل يروشلايم إلى العالم، تجذب العالم إليها وتعمم معرفتها في مجتمعها، أي في مجتمع الإسرائيلي الداخلي. المستعمر: إنه العلم والمعاصرة والمواكبة والتطور التقنية والحياة والحيوية والمستقبل والمال. في مداخلة لها حول القدس في الفن التشكيلي نظمت بالتعاون بين المتحف الفلسطيني وجمعية الثقافة العربية، تذهب روان شرف إلى أن المخيال العام المتعلق بالقدس فلسطينياً وعالمياً يجعلها مدينة بعيدة تحيطها هالة مقدسة، ليست مدينة أرضية، مدينة مثقلة بالرمز الكثيف، تظهر من علو لا من مواقع منخفضة، لا حضور كبير لناسها فيها في هذا المخيال. وتدعي شرف أن هذا مرتبط إلى حد بعيد
بنمط الرسومات والصور الكثيفة التي تؤطر بصرية عقولنا والتي تعود إلى إرث استشراقي قديم متبنى ومعزز إسرائيليا في كثير من الأحيان، وتحديدا في الترويج السياحي، حيث القدس بالأساس مدينة قديمة جميلة محاطة بالخضرة وبأسوار التاريخ تتوسطها قبة ذهبية، مدينة هادئة وخالية من الناس. وهذا يمكن أن نجده أيضا منسحبا عن الشعر العربي على عكس كثير من السرد من الرواية. ويمكن إجراء تمرين استنباطي للصور والمخيالات التي تقترحها أشهر قصيدتين معروفتين عن القدس فلسطينيا، وتحملان العنوان نفسه في القدس، محمود درويش وتميم البرغوثي، على اختلاف زمنيهما وأسلوبيتهما وشعريتهما، لنجد أن الكثير مما تدعيه الشرف ينطبق على صور هاتين القصيدتين. فهل هذا المخيال ينسحب على المعرفة العامة المنتجة عن القدس؟ كما هو؟ نعم عزيزتي. آسفة، إحنا يعني مرقنا الوقت، أعطيك دقيقة تلخص. يعني إذا بتسمح لي دقيقتين. تمام. أوكي. فهل هذا المخيال ينسحب على المعرفة العامة المنتجة عن القدس؟ وكما هو ظاهر من النسقين المفحوصين المجلة والمؤتمرات، حيث لا إنسان مقدسي معاصر يحضر ليؤنسنها، ليجعلها أرضية وذاتية قريبة، وحيث لا مجتمع إسرائيلي يدرس ويحلل ويفكك. بالتالي تكون القدس مدينة مبللة بالتاريخ والدين والسياسة، هذه هي مداخلها الأساسية، ويأتي الإنسان صغيرا على هامش هذا العظيم. المعرفة المرادة، وهذا آخر شيء، إن التفكير في القدس معرفيا يستلزم منا التفكير الكثير والاستثمار الكبير في الأجيال الناشئة، الأطفال والفتيان. إن وصلنا وعي هذا الجيل تمكننا من تحرير مستقبل القدس. يمكن لإسرائيل أن تسيطر على المناهج، أن تشوهها، أن تقحم سرديتها، ليضاف عنفها الاستعماري على ما فعلته وتفعله مؤسسة الدولة في عصر الحداثة، وتحديدا إن كان لها إرث استعماري تجاه مختلف الجماعات، إذ إن من أدوار مؤسسة المدرسة الحديثة منذ نشأتها في غالبية الدول والأنظمة كان إنتاج إنسان مطيع يخدم مصالح الدولة ولا يخرج على سياساتها، نسخ كربونية تؤدي أدوارها المحددة لها مسبقاً، دور المواطن الضرائبي المتصالح مع أنظمة الرقابة والتأديب وقواعد السوق. في حالتنا ومع وجود عنف إسرائيل ومناهجنا المسيطر عليها والمشرذمة أيضاً بسببنا، يصبح التعليم اللامنهجي مسألة ملحة لا غنى عنها، وكذلك التعلم بالمجاورة كما يقترح منير فاشا، التعلم البديل والمستقل، معرفة الناس الحياتية، لكن المعرفة الموجهة من قبل وسطاء نقديين ورفضويين والمقدمة ضمن أنساق متقنة وطرق ممتعة. قد لا يملك الوسطاء أفرادا ومؤسسات القدرة على الوصول إلى ملايين الأطفال والفتيان الفلسطينيين على نحو مباشر، لكن يمكن لأغنية مثل يا طير الطاير يا رايح عديري أن ترسم الجغرافيا الفلسطينية الكاملة الموحدة، يمكنها أن تفعل. إن التفكير في القدس معرفياً يستلزم منا أيضاً أن نفكر بسعة العالم. نصف البشر ليسوا من المسيحيين أو المسلمين، والقدس لا تعني لهم دينياً، وتاريخها لديهم قد لا يختلف عن تاريخ أي مدينة قديمة مثل أثينا أو مكسيكو. إنسان العصر مشغول بهمومه وقضاياه التي لا تنتهي، كما أن كثيرين حول العالم يعيشون في دول علمانية الأنظمة والثقافة العامة. وبالتالي فإن كانت المداخل الدينية والتاريخية مناسبة لنا في المنطقة العربية والدول ذات الغالبية المسلمة والمجتمعات المسيحية المتدينة، فإنها قد لا تكون مناسبة لغالبية سكان العالم. لذا يجب البحث عن مداخل أخرى لتقديم قضية القدس وأهلها بصفتها قضية عادلة، قضية ناس، قضية حقوق إنسان ومواطن وأصحاب بلاد. إن التفكير في القدس معرفياً يستلزم منا أن نعصرنا معرفتها
مستفيدين من المتاح والممكن تقنيا، وأن نجعل هذه المعرفة ذات إتاحة ومنالية قدر الإمكان، معرفة مفتوحة ومجانية ضمن أقنية سلسة ورشيقة، وأن نعيد تدوير هذه المعرفة وتقديمها بأشكال متعددة. نأخذ رواية حول القدس ونحولها إلى فيلم، دراسة لباحث ونحولها إلى أفلام قصيرة بصرية، تنظيم جولات سياحية مجانية للسياح من قبل مرشدين فلسطينيين في القدس يسمعون منا روايتها، وهكذا. في فحصي لفهارس، هذا مثلا، في فحصي لفهارس مكتبة البيري العامة، وجدت القدس مذكورة في 4000 عنوان كتاب. هل يمكن أن نرقم كل هذه الكتب ونوفرها للباحثين في مشروع يمتد لسنوات؟ لقد فعلوا شيئا مثل هذا في المتحف الفلسطيني، وأيضا في مشروع خزائن وعدد من المجلات الإلكترونية. تمت الكثير من الإبداعي والبديل والمستقل والرفضوي حول القدس، لكن ما ينقصنا هو أنساق تقديم هذه المعرفة المتقنة والجماعية والمحكومة بإبستيمولوجيا الالتزام وسياسات الأمل. ما ينقصنا إدارة هذه المعرفة نحو خلق مجتمع معرفة يتسم بالإيمان في القدرة على التغيير، وهذا كله محكوم لا بنزع السحر عن القدس وفق فيبر، فهذا مهم بقاؤه للناس، وإنما وبالتأكيد نزع السحر عن أنساق وعمليات إنتاج معرفتها، وتحديدا ذلك السحر السياسي الذي يحولها إلى أداة بأيدي أنظمة تحتكرها وتتاجر بها، وبالتالي إعادة القدس إلينا إلى ناسها الذين فيها. شكرا جزيلا. شكرا علي على هذا الرصد حقيقة الرصين للمعرفة حول القدس. وإذا بدنا نحكي عن سياسات الأمل، أنا بفكر المؤتمر اليوم وتحديدا هاي الجلسة يعني تختلف عن الرصد اللي عملته حقيقة، اللي بتجاوب مع الحياة اليومية للناس للمقدسيين، خلينا نقول من الأسفل وليس من الأعلى، وفقط من قبل النخب وقدس التاريخية. بس كمان يعني إحنا في محل تحدثنا خلال المؤتمر عن النكبة وعام 48، بحكم النكبة المستمرة فإحنا دائماً نرصد التاريخ ونغفل ربما مرات القضايا اليومية والحياتية لخوفنا على التاريخ والماضي، ولهيك رصدك عليه جداً مهم. أنا ما بدي أعطي كتير ملاحظات، المزبوط بالمجمل كلكم تجاوزت الوقت ما عدا المداخلة الأولى، فبطل عندي وقت كمان أعطي تحليل للمداخلات. بدي أختصر هيك وأحول إلكو الطابة بالرد على أسئلة اللي هيك يعني طلعت معي بالاستماع للمداخلات. المداخلة الأولى للأستاذ غسان حكى جملة اللي هي تستوقفني كثيراً، إنه القدس اليوم عملياً تشبه حالة العزل الفلسطينية 48 وخصيصاً فترة الحكم العسكري. هيك غسان بدي يعني أدعوك تفكر كيف هاي الحالة تشبه وتختلف، علماً إنه فترة الحكم العسكري الفلسطيني 48 تحديداً كانت قطع تام عن العالم العربي والفلسطينية في الضفة وغزة. فاليوم القدس عملياً واللي بيقدروا يزوروا القدس هن فلسطينية 48 والداخل، هل فينا يعني نتعلم من التجربة فلسطينية 48 والتواصل المتجدد والمستمر دائماً بين فلسطينية 48 بالقدس في حالة العزل الموجودة؟ أنا يعني في دور لفلسطينية 48، أنا بفكر يعني علي كمان في المفاهيم اللي طرحتها، كيف ممكن المجموعات الفلسطينية اللي منظومة السيطرة بتنتقل من محل لآخر، كيف المجموعات الفلسطينية المختلفة ممكن تلعب أدوار مختلفة على ضوء اللي عم بيصير اليوم بالقدس تحديداً بالقدس؟
الشغل الثاني اللي يعني ممكن يحكينا عنها الأستاذ عبد الرؤوف ولكن أيضا آخرين لفت انتباه، هذا كان واحد من الأسئلة بس عبد الرؤوف حكى عنه في مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي وقضية المؤسسات الإسرائيلية والمراقبة للصحف اليوم هي عمليا شبه معدومة. وإذا كان في الماضي كان في رقابة ومواجهة ومقاومة من قبل المؤسسات الصحفية الفلسطينية، إذا الرصد اليوم ليس للمؤسسات إنما للأفراد والاعتقالات، وإحنا شاهدين على اعتقالات مستمرة للنشطاء واللي كمان بكتبوا على الفيسبوك وبيشاركوا اللي عم بيصير، هل المواجهة صارت فردية؟ هل المقاومة صارت فردية مع مؤسسات الاحتلال؟ وكيف إحنا ممكن نقدم الدعم للأفراد اللي يواجهوا الملاحقة في حال تم رصد مثلاً ما يحدث في باب ما حدث في باب الأصباط وما شابه بوابة الأصباط؟ فيعني أنا بعتقد إنه غياب القيادة السياسية رغم الحديث عن وجودها ولكنها شبه غائبة تقريباً في القدس، كيف احنا ممكن نقدم الحماية والدعم لهدول الأفراد؟ ومش بالصدفة كمان الانتفاضة سميت انتفاضة السكاكين والأشخاص اللي قاموا بهاي العمليات هني أفراد، وين هذا بيكون فلسطينيا؟ كيف احنا منفكر فيه؟ ومن محل اللي بدعي له علي في مواكبة حياة الناس ويعني طرح مفهوم سياسات الأمل كمان معرفيا، أنا بدي أسألكم جميعا يعني اللي أعطيتوا مداخلات هون، كيف ممكن نفسر الطلبات المتزايدة والمستمرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية من قبل الإسرائيليين؟ الإعداد هي هائلة حقيقة بالنسبة للسنوات الماضية. شو معنى هذا بالنسبة للقدس، بالنسبة لسكان القدس؟ وين يعني وين التفكير الجماعي حول الموضوع؟ وكيف ممكن احنا يعني نطرح هذا الموضوع من 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 محل عدم التخوين انما من محاولة فهم وين المواطن القدسي او المقدسي الفلسطيني الموجود هناك في غياب المؤسسات والقيادات الفلسطينية في القدس؟ شو الفرص الموجودة أمامه؟ وكيف عملياً عم بيتم التسارع في هذا المجال؟ وكيف فلسطينياً إحنا ممكن نتعامل معه؟ بدي أفتح باب الأسئلة والنقاش إذا في حدا عنده أسئلة، أنا ما شايفة هون مرح، إذا ممكن تساعديني إذا في حدا عم بكتب أسئلة على اللايف مباشرة، إذا لا رح أفتح باب الأجوبة لغسان وآخرين إذا بيحبوا يشاركوا في بعض الأفكار حول الأسئلة اللي انطرحت. مرح في أسئلة؟ في من الأستاذ زياد بحيس عامل ريز هاند. ما راح احنا مش سامعين. هيك سامعيني؟ اسا تمام. في من الأستاذ زياد بحيس عامل ريز هاند، بس إذا بتقدر تقيم الميوت على المايك هي تمام. تمام. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم على هذه الجلسة المهمة والثرية واللي استفدنا منها، واللي فعلا كانت بتعكس حالة أمل أكثر مما بتعكس مجرد حالة رصد أو مشاهدة يعني سلبية. في عندي مجموعة أسئلة سريعة أو تعليقات من بعد إذنكم. أولا للأستاذ فيروز شرقاوي، شكرا على المداخلة اللي يمكن يعني من واقع المعايشة بتثري أي واحد خارج مدينة القدس بحب يعرف عن تفاصيلها. كنت بتمنى لو انتقلنا من رمزية باب العمود إلى رمزية باب الأصباط، البابين عمليا قريبين جغرافيا وبيؤدوا إلى نقطة تقاطع، وعمليا برضو كان في بينهم تقاطع في الأهمية، خلينا نحكي في الحراك الشعبي خصوصا في آخر 5 سنوات. فلو انتقلنا، لو ربطنا
باب الأسباط باب العمود بباب الأسباط ثم باب الرحمة وصولا إلى رمزية الباب وعلاقته بفكرة الحرية والبحث عن التحرر في حالتنا الحالية المعاصرة. السؤال الثاني بالنسبة للأستاذ أحمد أسعد، وبشكره على المداخلة القيمة واللي رصدت بالتفصيل. يمكن هبة باب الأسباط هذا طرح ويحتاج إلى نقاش، شكلت تجلي لفكرة الاندفاع العفوية، ولذلك هي لم تكن لها قيادة مركزية ولا لها فصيل ولا لها تنظيم، كانت عفوية الجميع شارك فيها، ما حد كان يفتش عن الحضور، كان في نوع من التفاهم الجماعي دون وجود وسيط لكي يشجع هذا التفاهم، وإن كان في حالة إعلام اجتماعي ساهمت في بلورة هذا التفاهم بشكل سريع، تواصل اجتماعي. فيمكن هبة باب الأسباط كانت نموذج للاندفاع العفوية اللي كان ممكن تتحول إلى انتفاضة مستمرة لو كنا في ظروف مختلفة، لكن عدم وجود محيط قادر على التقاط هذه الاندفاع العفوية خلاها تكتفي بتحقيق إنجاز موضعي، وهو إزالة البوابات وإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات وفتح المسجد الأقصى دون الشروط مرة أخرى، وهو إنجاز كبير، لكن كان ممكن أن نذهب إلى ما هو أبعد لو كان المحيط مستعد للالتقاط. الشيء الثاني المهم اللي يمكن بده شوية توقف، تحليل دلالات الانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيلي نفسه هذا كان في سنة 1990 بيطلق رصاص حي عشان لمجرد التفكير في وضع في اقتحام جيرشون سلمون وجماعته عشان يحطوا حجر الأساس، كان بيقتل 21 شخص برصاص حي. هو نفسه اللي لما فكر أنه ممكن نروح على مواجهة انسحب، وبالتالي في أثر للانتفاضات وللمقاومة في الوعي الإسرائيلي، زي ما الإسرائيلي بيعول على كي الوعي الفلسطيني في شكل من أشكال الكي عنده كمان، ولذلك هو لما يحس أن الأفاق أصبحت مفتوحة بتراجع من ذاته. ولو رحنا حللنا هذا الموضوع في باب الرحمة سنجد أنه في باب الرحمة مش بس ما أطلق نار، ما أطلق قنبلة دخان، يعني حالة باب الرحمة حالة للركوع، الاختيار الذاتي لخيار التراجع، وهذا أظن أنه شيء نادر في التاريخ، إذا كان يمكن الوحيد كمان في التاريخ الإسرائيلي اللي يوضع أمام هذا المستعمر الصهيوني، يوضع أمام فكرة مواجهة شعبية فيختار الانسحاب دون أن يخوض المواجهة ولا بالحد الأدنى حتى. وهذا جسدته حالة باب الرحمة. بالنسبة للأستاذ عبد الرؤوف إذا بسمح لي، مع الشكر والتقدير لمداخلته اللي يعني ربطت مرحلة الصحف التقليدية بالمرحلة المعاصرة، أظن اليوم في عنا مشكلة موجودة في الأقصى ولازم نتعامل معها، وهي أنه إحنا في عالم الانفتاح والمعلومة المنتشرة والتواصل الاجتماعي هناك تعميم لمنع في ردع ذاتي صار عنا على الأقل عند المؤسسة اللي بتدير المسجد الأقصى المبارك، وفي تعميم لمنع حراس المسجد الأقصى موظفي الأوقاف من أنهم ينشروا الصور، وهذا بيزيد من صعوبة نقل ما يحصل في المسجد الأقصى تحديداً، رغم أنه عندنا عشرات ومئات المواقع المتخصصة في موضوع المسجد الأقصى زي ما تفضلت. أخيراً بالنسبة للأستاذ علي، شكراً جزيلاً على هذا يعني المسح الشامل أو اللي يعني اللي واضح أنه في جهد حقيقي مبذول فيه، لكن يعني عندي ملاحظة تتحملني فيها. أنا شعرت أنه في حس نقدي ملازم لكل ما هو عربي وإسلامي، بس لما جينا حكينا عن الصهيوني سردنا أسماء المؤتمرات ثم ذهبنا إلى شكل من أشكال الإعجاب الضمني، أنه يعني شوفوا كيف بيعرضوا القدس، مع أنه نصف أسماء المؤتمرات تحمل دلالة جغرافية فقط، أنه يستخدم سيطرته على القدس للقول أنه في جمعية للأطباء وللقول في جمعية للجراحين وللقول في كذا، وينعقد في القدس. يعني هي إفصاح عن فكرة الوجود والسيطرة أكثر مما هي أنه قادر يعرض القدس بصفتها حالة يهودية حيوية معاصرة، وبالتالي يعني حتى هذا مفروض أيضا ينظر إليه بحالة نقد. يعني في أزمة، مو ربما يكون في أزمة عربية وإسلامية في عرض القدس معرفيا، بس ما أظنش الطرف الثاني وضعه أفضل حالا بكثير. بالنسبة لبعد القدس في الثقافة العربية، اسمح لي أنا بحكي من خارج فلسطين، كفلسطيني من خارج فلسطين وموجود في الفضاء العربي، عشت في لبنان فترة في عدة دول. بالنسبة للعربي طبيعي الانعكاس هذا، لأنه بالنسبة للعربي نيويورك أقرب من القدس، بيستطيع يأخذ فيزا ويروح عليها، لكن القدس لا، القدس أخذت سلبت بعيدة المنازل.
فالطبيعي أنه هو يرمزها، والطبيعي أن ينظر إليها أنها بعيدة، والطبيعي أن المعرفة تعته تجاهها تبالغ في الرمزية ولا تتعلق بالضرورة بالإنسان، لأنه في تواصل مع الإنسان، فيش تواصل مع الإنسان، في صعوبة في ذلك. وعشان هيك هو بيختار الحالة الرمزية. أنا ما عم بحاول أقدم اعتذارية، أنا بحاول أوضح أنه هذا البعد أحياناً قد يكون ضروري، لأنه إذا بلش يقربها هذا معناه أنه بلش يتواصل معها بشكل طبيعي، وهون في عنا صعوبة في كيف يمكن أن يحصل هذا التواصل دون الاعتراف بالاحتلال، وإحنا بعدنا عايشين هاي الفكرة هلأ، يعني خلال اتفاق أبراهام والوفود وإلى آخره. هلأ لا شك أنه في عصر التواصل ممكن تذليل هذه العقبة بشكل أفضل دون الاضطرار للمرور بالوجود الجسدي، صحيح. آخر ملاحظة برضو للأستاذ علي مواسي، بالنسبة لي أنسنة القدس معرفياً في مقابل تحميلها بالرمزيات، يعني التقديس فعل بشري، حمل مكانة للمقدس فعل بشري، يعني في الآخر المقدس صحيح أنه يحدد إلهياً، لكن الإيمان فعل بشري، وبالتالي ربما علينا أن نبحث عن الأنسنة بما لا يضع الأنسنة في مواجهة التقديس، ولا يضع الأنسنة في مواجهة الترميز، بل يضع الأنسنة في نفس السياق، أنه في النهاية هذا المقدس الذي يحتشد حوله الإيمان هناك دفاع بشري عنه، هناك تشبث بشري فيه، هناك حضور بشري فيه، هناك انعكاس لثقافة فيه، بدون ما نضطر نحطها في ثنائيات البشري في مقابل الرمزي. الرمزي المقصود هون في حالتنا المقدس أكثر ما هو رمزي بشكل تاريخي يعني. وشكرا جزيلا لكم، شكرا لإتاحة الفرصة، ولعلي أطلت، الله يعطيكم العافية. شكرا. بعد في أسئلة، إذا في رجاء باختصار عشان نعطي المحاضرين يجيبوا على الأسئلة. تمام، خلينا نبلش إذا يعني بالترتيب، إذا غسان عندك ملاحظات نبلش فيك بترتيب المداخلات. أنا صراحة بنقريش بس رح أرد على نقطة الموضوع اللي بيصير بين أهل القدس وبين أهل 48. طبعاً في اختلافات، في اختلافات بالفترة الزمنية، في اختلافات بدرجة العزل، في اختلاف بالتعتيم الإعلامي اللي رافق العملية صار بين 48 إلى 67، بالإضافة لاختلاف طبعاً إنه البلدات الموجودة في الجليل هي بلدات وفيها تجانس اجتماعي كتير أكبر من لما نحكي عن مدينة، وبالتالي بالإضافة لمركزية القدس طبعاً في الصراع، فأكيد في اختلاف. طبعاً أنا في شيء كان أساسي في مداخلتي إنه أنا ما رح أحسم نسبة نجاح هذا المخطط، هذا شيء أكيد مستحيل، وواضح إنه أصلاً يعني ما وصل 100%، هذا شيء واضح 100% من خلال الحركات اللي بنشوفها بتصير في الجليل، بحيفا وجه التحديد باعتبارها مدينة مركزية للجليل، بالإضافة للقدس إنه لهلأ لليوم فيها نفس، ونفس مش بسيط. بس في أوجه تشابه خلق جيل جديد بهذا الإطار المعرفي المعزول عن امتداده الطبيعي، اللي زي ما حكيت ملوث بمرئيات الاحتلال، من يعني من خلينا نقول موقف البساط اللي عليه أبسط الإعلانات لأعلى درجة، اللي هو الكتاب التعليمي الملوث، حتى لو كان يستخدم مرات المنهج الفلسطيني هو المنقح، أو إذا كان المنهج الإسرائيلي اللي هو معروف شو محتواه. فأكيد في اختلافات. هلأ بالنسبة لموضوع المربعات الأمنية اللي ذكرتها، هي أساسية في فهم أي عمل مقاوم اليوم في القدس. مفروض العمل المقاوم يشتغل على أساس المربعات الأمنية الموجودة، كل واحد يعرف شو مربعه الأمني وكيف يقدر يشتغل من خلاله. أما لما تتعامل من هاي المربعات مش موجودة، سهل كسر أي عمل مقاوم. وبالتالي إذا في ضمن يعني لما بنحكي زي بلدة سلوان في عندك 4 مربعات أمنية، هذا يعني إشي عملية جدا مصغر، بس إذا 2 عملوا من مربعين أمنيات مختلفات كتير ممكن كسر المربعين. فبالتالي هو ضروري التعاطي معه في خلال عمل أي مقاوم في القدس، وهذا هو بالأخير أكيد مقاومة كل هذه الأفعال، سواء اللي صارت بال 48 أو اللي صارت بالقدس أو اللي شوي شوي تمتد أكيد للضفة الغربية، مش راح كتير يطول الموضوع، واضح من خلال الضم وعمليات الضم، أكيد هو العمل المقاوم العنيف، غير هيك حكي فاضي أكيد، وما يتابع معه. يعني يجي نقول مقاوم بالكلمة، المقاوم بالشعر، المقاوم بكل هذه الأساليب، إذا هذه المقاومات الثانية الغير عنيفة ما كانت تخدم وبتصب في العمل المقاوم العنيف،
للأسف كلها راح تكون بكاء، خلينا نقول على أطلال. شكراً فيروز. نعم أنا سأحاول قصر الوقت أن أختصر، فمجرد جملة عامة أتطرق بها لبعض الأسئلة والمداخلات أيضاً. أنا أعتقد أن من الميزات الأساسية لواقع القدس اليوم هو محاولة الاستعمار، سلخها عن امتدادها الوطني الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة في 48 أو 67، وهي سياسة عامة، سياسة فرق تسد، هي السياسة المستعملة ضد أصحاب الأرض الفلسطينيين منذ بداية الاستعمار الصهيوني. التقسيمات الجيوسياسية للشعب الفلسطيني تضعفه طبعا باستخدام سياسات الإفقار والتهجير والسلب، فهنالك أيضا تقسيم للجهد الفلسطيني وللنضال الفلسطيني لمناطق جغرافية محدودة غير متواصلة، وهذا ما نراه في داخل القدس أيضا على صعيد فلسطين عامة. وطريقة التغلب على ذلك لئلا تستمر المقاومة الفردية فقط، لأن المقاومة الفردية هي ليست وضع جديد يجب أن نتعامل معه، ولكن أيضا كيف نعيد هذا العمل الجمعي والجماعي الفلسطيني، فيجب علينا خلق معرفة التي هي أداة للمواجهة التي يمتلكها المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني لكي يواجه، وهذا أيضا ما يجب أن يدعمه إعلام حر وغير متهادن، وهذا أيضا ما يجب أن يدعمه توثيق وحفظ للتاريخ النضالي وليس فقط تاريخ الضحية، ولكن من المهم أيضا بناء الجسور، بناء الشبكات، التنظم المجتمعي التلقائي. أنا أعتقد أننا نمكن أن نكون فخورين جدا بالإثباتات المتكررة أن الصمود المقدسي لا ينتهي، وأن المجتمع المقدسي صامد ويتحدى بشكل مستمر، وهذا صحيح للمجتمع والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده صراحة، ولكن يجب أن نعي أننا في معركة استنزاف وإنهاك التي تبني على عمليا تعبنا على المدى البعيد، ولكي نحمي أنفسنا يجب أن نعود إلى التنظم المجتمعي والشعبي والحراك الشعبي على كافة المستويات. شكرا. أنا آسفة على المقاطعة، إحنا زمنياً كتير متأخرين، إذا بنقدر نختصر المداخلة. تمام، خلينا نعطيهم فرصة يجاوبوا إذا عندهم باختصار عشان نغلق الجلسة. أحمد عندك ملاحظات لكن باقتضاب لو سمحت. سريعاً بديش أطول. أنا يعني بختلف مع غسان وضد الثنائيات، إما المقاومة تكون مسلحة أو شعبية، وهذا خطر البدائل إن إما هاي أو هاي، وضد كمان فكرة إن العمليات الفردية إنها جديد ظهرت. العمليات الفردية تاريخياً في عمليات فردية، بس الإشكال كان أو المفارقة كانت إنه تاريخياً في عمليات فردية بس في مشروع مقاومة جماعي، في حوامل وأحزاب سياسية فاعلة وفي نقابات وأطر إلى آخره، والناس تناضل، يعني واحد يعمل عملية فردية ثم يلتحق بحركة فتح أو بالجبهة الشعبية. اليوم الإشكالية إنه صار الإضراب الفردي والمقاومة الفردية كبديل عن المقاومة الفلسطينية الجماعية، هاني الإشكال. ولا تاريخياً في فلسطين مقاومة جماعية، أهل 48 كان لهم دور كثير، أو أهالي فلسطين المستعمرة عام 48 لهم دور كثير في هبات القدس وما قبل هبات القدس. يعني فكرة تأسيس الرباط بالقدس جاءت من أهالي 48، بخصوصا من الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ رائد صلاح ودوره في إعمار المسجد الأقصى وخصوصا المسجد المرواني. يعني المسجد المرواني لولا إسهام الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية ومؤسسة إعمار الأقصى، واليوم جزء كان قد تحول عبر الأنفاق وتحت له كنيسة يهودي أو إسرائيلي. يعني إعمار المسجد المرواني حافظ على هوية القدس كهوية إسلامية عربية مسيحية إلى آخره، وطنية فلسطينية. بديش أطيل كثير أريج، عندي كثير إجابات. بشكر زياد على مداخلته، زياد باحث مهم في القدس وعن مدينة القدس. أنا أتفق مع زياد في الملاحظات، مزبوط هي كانت شرارة اندفاعية في هبة باب الأسباط، بس دولة مراكمة الخبرات المقدسية
ووعي المقدسيين في مخاطر الإجراءات الإسرائيلية، ولا كان مرت الأمور وتركبت البوابات، ما بختلف كثير معه. نقطة أخيرة، المسجد الأقصى عند المقدسيين عساس ما يكونش رومانسيين كثير ولا دينيين ولا علمانيين، بالنسبة لأهل الضفة الغربية، لأهل 48، للبيج بيزور البلدة القديمة والمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة وبيصلي وبروح، بجوز بيعتبر هذا فضاء ديني أو فضاء اجتماعي ديني، بس بالنسبة لأهل البلدة القديمة وأهل القدس بيعتبروه فضاء اجتماعي. شباب البلدة القديمة هم تربوا في ساحات المسجد الأقصى، لعبوا كرة قدم فيها، أكلوا في مدارس في المسجد الأقصى، هناك مدارس تابعة للأوقاف، لعبوا سهروا مزحوا إلى آخره، بيعرفوا الحراس بيعرفوا الشرطة. وهون بالمناسبة المقدسيين طوروا معرفة مقاومة، تقاطع مع حديث عليه، المقدسيين بيعرفوا اسم الشرطة الموجود غاد وبيعرفوا من وين هو، ومرات بيسب عليه وبغلط عليه وإلى آخره. يعني المقدسيين طوروا أدواتهم، بيعرفوا شو اللي بغيظ الشرطة. يعني بموضوع الهبة باب الأصوات كان في مقاومة بالحيل، لأنهم يأكلوا بطيخ ويأكلوا بيتزا ومقلوبة قدام الشرطة الإسرائيلية وكانوا يغيظوهم. بديش أطيل كثير، شايفك أرجو مستعجلة، شكرا لكم، يعطيكم العافية. أحمد عبد الرؤوف، بالنسبة للثلاث نقاط اللي انطرحوا، اللي هي موضوع التغطية الفردية وموضوع الجنسيات وموضوع المسجد الأقصى والتغطيات في لما يجري في المسجد الأقصى، بالنسبة لموضوع الجنسيات يعني لابد الإشارة إلى موضوع مهم. عدد سكان القدس الشرقية الحاصلين على الهويات الإسرائيلية تقريبا 340 ألف، ممكن أكثر من هيك. قسم كبير من المواطنين المقدسيين غير قادرين على الإقامة في مدينة القدس الشرقية بسبب ارتفاع الأجرات، ارتفاع أسعار المساكن. الشقة مساحة 100 متر ممكن تكلف أكثر من بين 400 إلى 500 ألف دولار، هذا السعر مش موجود بأي منطقة بالأراضي الفلسطينية. كثير من الشباب بنتقلوا لمناطق بالضفة الغربية مثل رام الله، مثل بيت لحم، مثل العزرية، مثل أبو ديس، بخشوا على نفسهم من فقدان الهوية الإسرائيلية، فبياخذوا الجنسية الإسرائيلية لمحاولة تثبيت وجودهم في القدس الشرقية. هي مش قضية إنه الشباب راغبين إنه يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، هي محاولة تثبيت يعني، وهذا مهم الموضوع. القسم الثاني، في قسم كبير من الشباب بحصل على الجنسية الإسرائيلية بسبب تسهيل السفر، يعني بيقدر يسافر على كثير دول بالعالم دون الحصول على تأشيرة من سواء أوروبا، أفريقيا، آسيا، دول كثير بتسمح هيك. بالنسبة لموضوع الفردية يعني بالقدس بلاحظ أنه يعني كل مواطن هو صحفي متنقل، يعني ممكن نحكي عن موضوع قضية صحافة المواطن، أنه كل شخص معه موبايل موجود بالشارع بوثق اعتداء بنشره على شبكات التواصل الاجتماعي. الإسرائيليين بعاقبوا كثير من هؤلاء الأشخاص بالاعتقال والملاحقة والتحقيق وغيره، بس هاي العملية مستمرة، يعني ما عمالها بتتوقف وعمالها بتتوسع أكثر. بنلاحظ إنه قسم أكبر من المواطنين في مدينة القدس بتشجعوا لعملية التوثيق لما يجري من انتهاكات بالشارع وبالبلدات الفلسطينية. بالنسبة لموضوع المسجد الأقصى، الأخ زياد يعني طرح الموضوع اللي هي قضية الاقتحامات للمسجد الأقصى، هناك ملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية لحراس المسجد الأقصى والعاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية اللي بوثقوا عملية الاقتحامات للمسجد الأقصى. يعني هون بذكر مثلا قضية مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، كان يوميا ينشر معلومات وفيديوهات وصور عن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. الشرطة الإسرائيلية اعتقلته بداية ثم منعته من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. حراس المسجد الأقصى اللي بوثقوا عمليات الاقتحامات يتم اعتقالهم، يتم منحهم قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات أسابيع أو أشهر، ونفس الشيء بنطبق على مواطنين من المصلين اللي بتواجدوا بساحات المسجد الأقصى. مع هيك هي قضية مثل قضية توثيق الانتهاكات بالشارع، هي مستمرة، المصلين بوثقوا الاقتحامات. صحيح أنه بالنسبة للأوقاف الاقتحامات تحولت لقضية أعداد، يعني أننا نحكي أنه اليوم اقتحم المسجد الأقصى 100 مستوطن، خلال هذا الشهر اقتحموا 1000، خلال السنة الحالية اقتحموا 15 ألف، ولكن
هي عملية تذكير دائم ويومي للإسرائيليين بأن ما يجري هو عمل غير مقبول وانتهاك لحرمة المكان. يعني شكرا شكرا جزيلا. علي نختتم في إجابة قصيرة. الملاحظة علي إذا بتسمح لي وبتسمحي لي أريج، أنا متأسفة بس لأنه إحنا في المداخلات في الجلسة اللي بعد وقت المتحدثين كتير ضيق، فعلي إذا بتسمح لنا تكون يعني إجابتك مقتضبة. شكرا لكم، أنا أسفة على التدخل مرة ثانية. ملاحظتين وجه لي من أخ زياد ومشكور جدا عليهم. الملاحظة الأولى تتعلق بالمؤتمرات اللي عددتها أمثلة على مؤتمرات بتنظمها إسرائيل. إن سميت الشيء ملكته عزيزي، هذه مسألة. وإسرائيل لديها منظومة هسبراء متطورة معقدة ممولة يعني من خزينة الدولة بشكل مهول، وأيضا من خارج الدولة من الداعمين للحركة الصهيونية. عندما ينظم مؤتمر، خلينا نوسع يعني بأكثر مرات لازم الخيال نوسعه، لما بتنظم مؤتمر بالقدس بتيجي الوفود بتزور المدينة. طبعا هم بيضلهم قاعدين بالمؤتمر، طب ما هم بيعرضوا عليهم أفلام وبأخذوهم جولات سياحية وودوهم على فنادقهم وبيمنعوهم يستأجروا أوتيلات ويروحوا على مطاعم القدس القديمة في البلد القديم. طب ما هذا كله صناعة لعاصمتهم الأبدية اللي اسمها أورشليم. هذا ما أقترعه في التفكير لما أنا ذكرت مجرد هاي الأسماء للدلالة على فقط المسألة الثانية اللي هو التقديس. أنا مدخل يعني ما حكيت عن مسألة التقديس أبدا، وحتى في الجملة الأخيرة اللي اختتمت فيها المداخلة قلت إنه يجب عدم نزع السحر، هذا مش مجالنا ولا تخصصنا، عن المدينة لأنه هذا شأن الناس وإيماناتهم الخاصة، ولكن بالضرورة يجب نزع السحر عن العمليات والأنساق التي تنتج المعرفة إذا كان الهدف هو تحرير القدس وتقديم معرفة موضوعية علمية معاصرة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا علي. ننهي الجلسة الثانية للمؤتمر. مرح إذا بتحب، شكرا للمتداخلين، إذا بتحب تقولي لنا أي ساعة يرجعوا للجلسة الثالثة والأخيرة. إحنا عمليا متأخرين تقريبا يعني ساعة لربع في بدايتها، إذا أو يعني خمس دقائق بريك، خمس دقائق. أنا آسفة تحملوني بس لأنه كاميليو بوانو عنده حصة فلازم تمام. خمس دقائق وثمانية وأربعين دقيقة نفتتح الجلسة الثالثة. وشكرا للجميع. شكرا، يعطيكم العافية. أنا لسه موجودة بس رح نقطع اللايف على الفيسبوك ونرجع نبلشه من أول وجديد. يعطيكم ألف عافية.